بس التلوجة يا دكاترة، الكويز أو السؤال امبارح جاوبتوه ولا لأ؟ لأ سؤال، الكويز هينزل يوم الجمعة بالليل، أنا نزلته على السيستم بس هيظهر لك أنت من الجمعة بالليل لغاية السبت بالليل، تمام؟ يوم كامل كده على الجنرال، تكون مذاكر الجنرال كله وتحل العشر أسئلة دول في 10 دقايق، ماشي؟ تختبر نفسك، أوكي؟ طيب، نزلت لكم بس أنا سؤال وسؤال على محاضرة النهاردة، يعني بعد ما تسمع محاضرة النهاردة المفروض تروح تشوف السؤال، يعني بليز تشيك إيه ليرنينج كل يوم، بليز، لأن أنا كل يوم أنزل حاجة، أنزل حاجة، أنزل حاجة، أوكي؟ عشان تمرر نفسك وتعود نفسك على الأسئلة وما تجيش في الامتحان تقول أنا ما اتعلمتش الأسئلة دي بتيجي إزاي. ماشي يا دكاترة؟ زي ما أنتم شايفين عددنا النهاردة قليل جدا. في معامل؟ لا ما فيش معامل. في كسل. في كسل نقول الجو ومش الجو والكلام دوت. لا، الشاطر اللي هو يجي المحاضرة ويسمع المحاضرة. النهارده هتحسوا المحاضرة دسمة شوية ومهمة شوية وفي حاجات عايزة تركيز وعايزة فهم فعلا. تمام؟ فأنصحكم لو سمحتوا لو سمحتوا تسمعوا لكم. محاضرة النهارده لا تعتمد بالدرجة الأولى على السلايدز مثلا. معظم الكلام في السلايد أنا مش هقوله. أو مش هنجيب بس أشكال علشان تفيدني في إن أنا أطلع منها إيه؟ إلستريشن معين. تمام؟ لكن الكلام هو الأهم بالنسبة لي في المحاضرة. أوكي يا دكاترة؟ فلو سمحتوا نلتزم نلتزم أرجوكم بالحضور، ده هيعمل لكم على فكرة من قرارات المجلس الأخيرة إن إحنا هنعمل لكم حضور وغياب. بتيجي أنت تعمل سكانر وتوجه الموبايل بتاعك على الداتا شو عشان تثبت أنت حاضر ولا لأ. سكانر زي اللي موجود في ماكدونالدز. هموت واخد البوينتس بتاعتي من ماكدونالدز. فلو سمحتوا بلاش، يعني انت احضر عشان انت عايز تحضر. ماشي؟ بليز، بدل ما تلاقي في الكليه بيقولوا لك قرارات وحاجات زي كده تخليك تتضايق، انا عايزك تستمتع بالطب. مش عايزك توصل لمرحله مثلا تلتحق فيها. في دكاتره كتير كتير في مصر عندنا كذا طالب في الطب ينتحر، يعني من الميموريز وانا بفتح الميموريز كان السنه اللي فاتت الطالب انتحر في كليه الطب. وهنا حصل بينتحروا ليه في كليه الطب؟ ليه؟ ليه انت كدكتور تطلع مكتئب لانك انت بتذاكر وفي قلق في طالب. ليه؟ ليه؟ يعني ليه؟ الموضوع مش مستاهل. احضر باستمتاع، متع نفسك باللي بتدرسه. مش بيقولوا للاعب الكوره استمتع وانت بتلعب علشان تأدي كويس. ده الفريق، في فريق ممتع بس ما ينجحش، يعني ما يفوزش في المباراه، وفي فريق ممل بس يجيب الجون وخلاص. زي انتوا كطلبه عايز العلامه بس ولا عايز انك انت تستمتع حتى لو ما نجحتش؟ لا. لا ان شاء الله ان شاء الله. لا ده ضروري، اللي هيستمتع وهو بيذاكر اكيد هينجح واكيد هيجيب علامه وافضل حاجه. نيجي بقى للنهارده نكمل موضوع الكونسبت بتاع الجي بروتين كابلد ريسبتور، وهوريكم النهارده مثال لنفس الماده اللي هي الاسيتايل كولين وازاي بتشتغل في كل مكان بطريقه مختلفه. يعني مثلا هنا في اول طريقه لما كان الاسيتايل كولين بيروح يشتغل على نيكوتينيك ريسبتورز، هنشوف في الاوتونوميك النيكوتينيك ريسبتورز ديت من اشهرها ما يسمى ان ام ريسبتور في السكيليتال ماسل. كان بيروح يعمل ايه؟ يشتغل ازاي؟ يروح يمسك في ريسبتور، الريسبتور ده مرتبط زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت بايون شانل كان نوعها ليجن نيجيتد، خدت بالكم؟ والصوديوم كان يدخل، الصوديوم فاهمين ازاي؟ يدخل الصوديوم لجوه ويعمل دي بولاريزيشن، ونكتمل بقى موضوع دي بولاريزيشن ليه تفاصيل، يؤدي في النهايه الى الكونتراكشن اوف سكيليتال ماسل. وقلنا ان هذا الاكشن على النيكوتينيك ريسبتور بيبقى سريع، تمام؟ لكن تعالى برده لنفس الاسيتايل كولين على الهارت، مش هيلاقي نيكوتينيك ريسبتور، هيلاقي ماسكارينيك ريسبتور. وخلي بالك نيكوتينيك ريسبتور او ماسكارينيك ريسبتور بنسميها كولينرجيك ريسبتور لان اللي بيرتبط بيها اسيتايل كولين، تمام يا دكاتره؟ فهنلاقي الميكانيزم هتختلف بقى على ام 2.
في ام 2 بقى على الاس اي نود او على الاي في نود او على المصل في ريسبتور اسمه ام 2 ام 2 ام 2 هنا في الاس اي نود، ام 2 هنا في الاي في نود في المصل. ام 2 بقى مرتبطه يا دكاتره بجي اي. جي اي يعني ايه؟ يعني جي بروتين انهبيتوري. هتعمل ايه جي اي؟ هتمنع الادينين سايكليز فتقلل السايكليك ام بي. يبقى المحصله ان في الاس اي نود قلل السايكليك ام بي، وفي الاي في نود قلل السايكليك ام بي، في المصل قلل السايكليك ام بي. لما يقل السايكليك ام بي هو كان ايه وظيفته اساسا؟ السايكليك ام بي في ال في الهارت في اي مكان، السايكليك ام بي في اي مكان اكسايتاتوري الا اللي سموث ماسل. يبقى اذا هو في هذا المكان السايكليك ام بي المفروض انه بيزود. طب انت قللته، قللته ليه؟ ليه قللناه هنا اهوت؟ عشان الجي اي اشتغلت. والجي اي ليه اشتغلت؟ عشان الاستايكولين مسك في الام 2 ريسبتورز، تمام؟ فهتلاقي بقى يحصل ايه بقى نتيجه الاكشن بتاع الاستايكولين على ام 2؟ تلاقي لما شغلنا ام 2 في الاس اي نود يقل الريت بتاع الهارت، تلاقي الهارت بيبقى الريت قليل. لما يشتغل على الاي في نود تلاقي الاي في كوندكشن قليل، يعني امبلسز اللي موجوده في الاتريوم ما توصلش كلها للفنتركل، في ديكريز في الكوندكشن. ليه الديكريز ده؟ لان الاي في نود انهبيتد. ليه انهبيتد؟ لان السايكليك ام بي قل فيها. ليه السايكليك ام بي قل فيها؟ عشان الجي اي اتنشطت، ولما اتنشطت الجي اي قل الادينايل سايكليز اكتيفيتي فقل السايكليك ام بي. طب وليه الام 2 دي اشتغلت؟ لان الاستايكولين او اي دراج شغال على ام 2 مسك في هذا الريسبتور. ماشي؟ اجي للاي في نود نفس الكلام الاقي ديكريس كونتراكشن، اجي في الام 2 اللي على المصل الاقي الفورس اوف كونتراكشن تقل. يعني خلي بالك في تو، في حاجتين انتوا بتلخبطوا بينهم، الريت والفورس. ده مهم، الريت اوف ذا هارت، لكن الفورس، الفورس دي فورس. انا بالاستايكولين بقى هعمل كده، الريت قل وكمان الفورس قلت. الفورس دي تهمني في ايه؟ الكاردياك اوت بوت اللي طالع، الدم اللي طالع من القلب معتمد على الفورس وتو ليس اكستنت على الريت. يعني لما الهارت ريت يزيد ما تقوليش ان الكاردياك اوت بوت يزيد، لا، لما الفورس تزيد قول لي ساعتها ان الكارديك اوت بوت يزيد. الستروك فوليوم اللي طالع من القلب في النبضه الواحده معتمد على القوه مش على الريت. في ساعات كتير ريت سريع جدا، شخص يبقى ضبطات قلبه سريعه جدا لكن الضغط قليل. ليه؟ لما بالعكس لما يزيد الريت جامد لانه الستروك فوليوم بيقل مش بيزيد. نلاقي الشخص الرياضي نبص لنبضات قلب واحد رياضي بيلعب العاب اجسام رياضه كوره اي نوع من الرياضه تلاقي ضربات قلبه قليله 60 نبضه. وانت طالب الطب اللي عمال يبذل مجهود في دراسه الطب تلاقي مثلا 150. مين الاشطر منهم؟ مين الاحسن وصحته افضل؟ الرياضي اللي عنده 60، لان ال 60 في الرياضي الامبليتيود والقوه بتاعت كل نبضه احسن من انت يا تعبان يا بتاع الطب يلا هيموتك الطب وهتنتحر بسببه. فاهمين يا دكاتره؟ فبالتالي الاستايكولين لما بيمسك في ام 2 تلاقي الريت قل والفورس كمان قل. الريت لما قل عشان انا اشتغلت على الاس اي نو والفورس قلت وقللت لي الكارديك اوت بوت لان اشتغلت على المصل. ماشي يا دكاتره؟ هندرس الكلام ده في الاوتونوميك، بس انا اللي عايزه دلوقتي ان هنا الاستايكولين كان انهبيتوري على النيكوتينيك ريسبتورز في سكيلتال ماسل كان اكزايتاتوري. عشان كده بقى ننسى كلام الفسيولوجي مع احترامي للفسيولوجي، وكان الفسيولوجي يقول لك استايكولين انهبيتوري والسمباثيك اكزايتاتوري، وانتوا ماشيين زي عادي اي حاجه بتمنع بره سمباثيك، اي حاجه بتزود سمباثيك. طب ما خدها عندك، خدها عندك استايكولين اكزايتاتوري على سكيلتال ماسل وانهبيتوري على الهارت. ليه بقى؟ اختلفت ايه؟ ده هنا اختلفت الريسبت. طب تعالى بقى اوريك ان هيبقى في اختلاف تاني بقى غريب. اسيتايلكولين على البرونكاي ده مثال للبرونكاي، دي سموث ماسل. ماشي يا دكاتره؟ الاسيتايلكولين هناك هيشتغل على الماسل وعلى الميوكوزا اللي جوه.
المصل والميكوزا اللي جوه. قال لك هيزود الكونتراكشن بتاع العضله وهيزود السكريشن، هيعمل برونكو كونستريكشن ويزود كمان السكريشنز اللي طلعوا من الميكوزا، فتلاقي الشخص ده اتخنق. تمام؟ البرونكاي ضيقه جدا والسكريشنز زايده ومزوده اليومن. طب عملت كده ازاي يا استاذ كولين؟ ليه انت عملت كونتراكشن للسموث ماسل بتاعت البرونكاي؟ قال لك اصلي هنا يا جماعه اختلاف الجي بروتين. لا انا هنا لقيت جي كيو مرتبطه بالام 3. فتروحوا بقى زي ما خدنا المره اللي فاتت، نروح نعمل ايه بقى؟ نقول ايه بقى؟ الام 3 انا دلوقتي اهو الاسيتايل كولين، انا الاسيتايل كولين على البرونكاي، جيت مسكت هنا اهوت، راحت اتنشطت جي كيو هنا اهوت، فحصل بقى اكتيفيشن للفوسفو لايبيز سي، الفوسفو لايبيز سي راح للممبرين طلع لي مادتين، داي اسايل جليسرول وانوزيتول ترايفوسفيت، والانوزيتول ترايفوسفيت راح دخل الاندوبلازميك ريتيكولم طلع منها الكالسيوم، الكالسيوم لما زاد في المصل فخلاها تنقبض، وكمان برضو الاسيتايل كولين اشتغل في ام 3 بتاعت الميكوزا فخلاها برضو الخلايا بتاعت الميكوزا دي تتنشط عشان الكالسيوم كتر فزودت السكريشنز. شفتوا بقى؟ ده ماسكارينك على القلب وماسكارينك على البرونكاي، بس هنا كان انهبيتوري وهنا كان اكزايتاتوري، نفس الماسكارينك. ايوه هنا سب تايب اسمه ام 2 وهنا سب تايب تاني اسمه ام 3، خدتوا بالكم؟ بس اللي اختلف ايه بقى؟ السيجنال الميكانيزم اللي بعد كده، هنا في اي وهنا جي كيو. ايوه يا حلا. يعني في البرونكاي ام 2 بس هو ماثر عليها؟ لا لا، في البرونكاي في ام 3 مفيش ام 2. احنا هنا هنشوف الاوتونوميك اختلافات الريسبتور في كل مكان. هنا في ام 3 هنا في ام 2 اوكي، هنا في نيكوتينيك في السكيلتال ماسل كان في ان ام. فبصوا بقى هذه اللحظات المثيره على البلاد فيزن في ام 3 او هيشتغل الاسيتايل كولين على البلاد فيزن وهيوسع البلاد فيزن، ودي سموث ماسل وفي ام 3 وجي كيو. الله، طب انت في البرونكاي ضيقت، ليه هتوسع؟ مش مستغربين؟ محدش فيكم قال شو؟ لا انا النهارده هغير شو دي لذيذه برضه اردنيه جميله، شفتها قلت الموقف ده للشعبه اللي تحت، كنت في الملاهي واللعبه اللي هي ايه؟ بتحركها ديت فتيجي المؤشر عند رقم. كان في طفل اردني جميل كده لذيذ بيلعب اللعبه دي وباباه بيصوره، واخدين بالكم؟ والمؤشر عارفين انتوا ال 5000 وال 4000 وبينهم اربعه، فالمؤشر جه عند الاربعه، الولد يا عيني افتكر المؤشر جه عند ال 5000 وفرح واتنطط وباباه يصوره، واخد بالك؟ والواد اول ما شاف فرحان جدا، وبعد كده طلعت له أربعة تيكتس راح قال شو؟ الواد لذيذ فزعل ويا عيني اتقمص، والله ازاي يا بابا 5000 ويطلع كده، والراجل وقف كده تاني زعل برضه. رحت انا رايح للراجل اللي هو العامل اللي بيشوف اللعبه، قلت له على فكره في عطل في البتاع ده، فراح طلع له 200 تيكت من جوه وعشان ايه ما يزعلش ويفرح. فعلا عادت الابتسامه بسبب الفارماكولوجي، خدت بالكم؟ فبس رد الفعل وكلمه شو دي جميله على فكره، لما بتقولوها بدهشه كده شو تبقى حلوه. فازاي انت يا بلاد فيزل هتوسع ازاي والبرونكاي وسع؟ بصوا بقى للبلاد فيزل دي مهمه في الاوتونوميك وخبيثه، وهنقولها في الاوتونوميك وممكن تيجي في الميد، لان الميد يشمل جنرال واوتونوميك، فبالتالي كويس انها موجوده في الاثنين. الماسل ما فيهاش بتاعه البلاد فيزل ام 3، الاندوثيليوم اللي جوه، الاندوثيليوم اللي جوه في ام 3. على فكره البلاد فيزل لا يصل باراسمباثيك، لا يتغذى البلاد فيزل بباراسمباثيك، وده كويس. الام 3 موجوده في الاندوثيليوم بس مفيش عصب باراسمباثيك بيغذي البلاد فيزل.
فيروح الاسيتيل كولين اللي في الدم ده اللي انا هيخليه يشتغل على ام 3. ام 3 جي كيو كابلد، يبقى السيكونس بتاع جي كيو كابلد في نهايته ايه؟ قلنا في نهايته كالسيوم، صح؟ صح ولا غلط؟ قولوا معايا صح. يبقى هيكتر الكالسيوم فين؟ في الاندوثيليوم. لما يكتر الكالسيوم، اه كالسيوم كتير في الاندوثيليوم، الاندوثيليوم يتنشط ولا ما يتنشطش؟ يروح ايه بقى الاندوثيليوم لما اتنشط؟ يطلع نيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد ده يروح للبلاد فيزل، الوول بتاع البلاد فيزل، العضله بتاعه البلاد فيزل، ويروح النيتريك اوكسايد ينشط، يحول الجي تي بي الى عن طريق جوانين سايكليز لسايكليك جي ام بي، سايكليك جي ام بي زيه زي السايكليك ام بي بالظبط. يكتر السايكليك جي ام بي في العضله السموس ماس بتاعت البلاد فيزل، تلاقي البلاد فيزل بقى قد الغاره كده اهوت، وسع البلاد فيزل، حصل فازو دايلاتيشن. شفتوا ازاي دكاتره؟ شفتوا ازاي؟ ام 3 لو انت افتكرت انها في السموس ماس بتاعت البلاد فيزل كان المفروض تقول هيحصل فازو كونستريكشن، صح؟ لكن لان ام 3 في البلاد فيزل موجوده في الاندوثيليوم، الاندوثيليوم اتنشط فعلا عشان كتر جواه الكالسيوم، ولما اتنشط طلع ماده عملت ريلاكسيشن. الماده دي حتى بيسموها اندوثيليال دريفت، لما جاي من الاندوثيليوم اندوثيليال دريفت ريلاكسنج فاكتور او نيتريك اوكسايد، وهنتكلم عن ميكانيزم النيتريك اوكسايد كمان النهارده. فشوفوا بقى الاربع ميكانيزمات اللي اختلفوا للاسيتايل كولين من سكيلتال ماسل لهارت لبرونكاي لبلاد فيزل، عمل هنا كونتراكشن سكيلتال ماسل، وعمل كونتراكشن للبرونكاي، وعمل ريلاكسيشن للبلاد فيزل، وعمل انهبيتوري افكت على الهارت، قلل الريت وقلل الكارديك اوتبوت وقلل الفورس والكلام ده كله. شفتوا؟ شفتوا ده اختلاف ايه؟ سيجنالينج ميكانيزم. دي اسمها جي بروتين كابلد، خدت بالكم ريسبتور؟ انا عندي دلوقتي ايونوتروبيك ريسبتور وعندي جي بروتين كابلد. تعالوا بقى لميكانيزم ثانيه اللي هي بقى بتاعت الانسولين. بصوا بقى ميكانيزم الانسولين والجروس هرمون او الجروس فاكتورز، دي تالت ميكانيزم يا دكاتره، وهيبقى في تضارب بينها وبين ميكانيزمات ثانيه ارجو تكون واضحه. الانسولين عشان نعرف الاكشن بتاع الانسولين وبرده الجروس فاكتورز بتشتغل بالطريقه دي. في جسمنا في شويه جروس فاكتور هيجوا في طريقكم في الطب، واحد يشتغل على الابيديرمس سمو ابيديرمال جروس فاكتور، واحد يشتغل على البلاد فيزل يخلي البلاد فيزل تعمل لي نيو بلاد فيزلز اسمه فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. انا اعرف شويه جروس فاكتور في الطب عموما مهمين، مهمين جدا، وتارجت فور دراجز لازم اعرف بيشتغلوا ازاي زيهم زي الانسولين. بس خلينا نشوف الانسولين نفسه بيشتغل ازاي. انسولين عايز ايه؟ عايز ايه من الدنيا الانسولين؟ عايز يخلي الخلايا ايه؟ تاخد جلوكوز. طب تعالوا نشوف، تعالوا نشوف دلوقتي الخليه دي عايزه تاخد جلوكوز، الخليه ديت عايزه تدخل الجلوكوز. الجلوكوز اللي هيدخل ده مش هيدخل كده والسلام، اه زي اي الطلبه اللي هي داخله اهي، داخله اهي، اه داخله من غير ترانسبورتر اهو، دخلت عادي جدا، تمام؟ لا لا، في الخلايا الجلوكوز عشان يدخل عايز جلوكوز ترانسبورتر يسموه جلوت 4. جلوت 4 ده ترانسبورتر اسمه جلوت ايه؟ جلوت 4. جلوت 4 او جلوكوز ترانسبورتر. طب الجلوكوز ترانسبورتر ده عشان يدخل الجلوكوز اي ماده الخليه بتفرزها، مش عايزه جين؟ مش عايزه جين ولا لا يا جماعه؟ عايزه جين. يبقى انا دلوقتي عايز جين من النيوكليوس يطلع للريبوسوم ويقول لها يا ريبوسوم بليز طلعي لي خلقي لي جلوت 4. ماشي يا دكاتره لغايه اللحظه ديت؟ ماشي لغايه اللحظه ديت؟ الجين دوت اللي في النيوكليوس دوت اللي هيعمل الجلوكوز ترانسبورتر، الجين ده مش هيتنشط الا اذا كان في السيتوبلازم في حاجه اسمها ترانسكريبشن فاكتور. ترانسكريبشن فاكتور يدخل يخلي الجين دوت يبقى امبليفايد كده، ويروح الجين ده يطلع ومسنجر ار ان اي ويبقى في رايبوزوم. طب يلا يا ترانسكريبشن فاكتور اتفضل اتفضل ادخل بقى النيوكليس واعمل الجين ونشط الجين. لا
انا في السيتوبلازم. طب ايه من نشرتك يا عم انت؟ انا كترانسكريبشن فاكتور فيا ماده اسمها تيروزين في تركيبتي، في بروتين في امينو اسيد اسمه تيروزين. انا مش هبقى اكتيفيتد ولا هدخل النيوكليس الا اذا عملتوا لي فوسفوريليشن. يا هو ده اللي انت عايزه يا ترانسكريبشن فاكتور؟ عايز تبقى فوسفوريليتد؟ مين يا دكاتره بقى الانزيمز اللي هتعمل فوسفوريليشن بقى للترانسكريبشن فاكتور؟ هتديله فوسفورس جروب، هتديله فوسفورس لان هو خيبان وقاعد في السيتوبلازم عايز فوسفورس. انزيمز اسمها كاينيز، تايروزين كاينيز، تايروزين تايروزين كاينيز، مش فوسفاتيز، كاينيز افصفر، فوسفاتيز اشيل فوسفات، لا تايروزين كاينيز. بصوا بقى فين بقى في الميكانيزم دي بتاع الانزيم، خلي بالكم خلي بالكم عشان في كاينيزس كتيره هتيجي ياما دلوقتي. اتفرجوا ماشي. التيروزين كاينيز في حاله الانسولين بيبقى يا دكاتره مرتبط بالايه؟ بالانسولين ريسبت. اهو 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 ريسبت في الريسبتور نفسه. التيروزين كاينيز اهو، تيروزين كاينيز في الريسبتور نفسه، كان الريسبتور فيه تيروزين كاينيز، يبقى الانزيم دوت لينكد بالريسبتور. طب يلا يا تيروزين كاينيز روح فاصفر الفاكتور اللي موجود في السيتوبلازم. مش هروح الا لو مين بقى؟ لو جه الانسولين مسك في الريسبتور من بره. يبقى الانسولين لما بيجي يمسك في الريسبتور تلاقي التيروزين كاينيز اتنشط. التيروزين كاينيز لما يتنشط يفصفر الترانسكريبشن فاكتور فينشط الجين بتاع الجلوتاميز بتاع الجلوكوز ترانسبورتر، فالجلوكوز ترانسبورتر يروح مدخل الجلوكوز. فهمتوا؟ يبقى اذا الانسولين دلوقتي نوع الريسبتور ايه بقى؟ تيروزين كاينيز كابلد ريسبتور او تيروزين كاينيز لينكد ريسبتور. هنا التيروزين كاينيز بارت من الريسبتور، الانزيم في الريسبتور. ليه؟ لان في ميكانيزم هتختلف دلوقتي. فاهمين لحد دلوقتي؟ لو جيت انا قلت لك ان الانسولين ريسبتور هاف تيروزين كاينيز اكتيفيتي، صح ولا غلط؟ صح. غلط ليه؟ مين اللي قال غلط عشان قلتها؟ صح طبعا. الريسبتور ده فيه تيروزين كاينيز، مجرد ما الانسولين مسك اهو، انا دلوقتي انسولين مسكت في الريسبتور، اول ما مسك راح الناحيه الثانيه التيروزين كاينيز فصفر الترانسكريبشن فاكتور، والترانسكريبشن فاكتور بقت اكتف دخلت النيوكليس اهي، النيوكليس اهي، النيوكليس اهي، النيوكليس. فلما اتنشط اللي هو الجين راح الجين طلع، الجين راح فين؟ طلع راح طلع راح فين؟ راح للريبوزومز خلى ابليس الجلوكوز ترانسبورتر، راح اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر راح على سطح الحلقيه. انت الجلوكوز عايز تخرج؟ تعالى جلوكوز. بس فهمتوا يا دكاتره؟ اتفضل اتفضل ماشي. ده كان من الشعبه الاولى وفاتت عليه النقطه دي، سقف له قال ان هو ايه كلين على انه يحضر النهارده. شفته وزي البنت ياسمين اللي هي في الشعبه بتاعتكم اللي جالها اصابه في التمزق في الأربطة ووقعت يا عيني، سألتوا عليها زميلتكم ياسمين دي؟ سألتوا عليها؟ سألوا عليها امبارح بتقول لي أنا حصل كذا وأنا زعلانة جدا إن أنا مش هاجي المحاضرة. شفتوا أنا أفرح إزاي الطالب يقول لي أنا زعلان عشان مش قادر آجي المحاضرة. تحس كده بإن أنت سعيد وفرحان. لا مفيش مشكلة، المدرج زي ما أنتم شايفينه ضلمة قد إيه؟ تمام؟ بس لأنه طالب التزم عايز يحضر المحاضرة، مش بقى انا باجي تأدية ضمير، لا باجي عشان استفيد، لو انا مش هاجي عشان استفيد خلاص اقعد في البيت. ماشي يا دكاترة؟ فاهمين التيروزين كاينيز؟ خلي بالكم من الحتت بتاعة النهاردة، هلعب لكم في جمل الام سي كيو في هذه الايرا ديت كتير. ماشي هتبقى في كذا جملة في محاضرة النهاردة مهمة، فاهم انت وانا مش فاهم؟ ولما نسمع دلوقتي مرضى السكري
لا يستجيبوا للانسولين، المفروض ان انتوا النهارده فهمتوا اسباب عدم الاستجابه للانسولين. الانسولين لو راح ولقى الريسبتور انترنالايزد، الانسولين لو راح ومسك وكان مفيش تيروزين كايناز، او ما كانش فيه ترانسكريبشن فاكتور، او ما كانش فيه جلوكوز ترانسبورتر، ولا هيبقى فيه اي فايده من الانسولين. لابد من ان الانسولين ريسبتور تكون اكتف بهذه الطريقه، وان احنا ننشط الحاجات اللي جوه ديت. في ادويه على فكره بتشتغل على التيروزين كايناز جديده بالسكري، التيروزين كايناز اكتيفيتورز، خدت بالك، او ترانسكريبشن اكتيفيتور تزود السنسيتيفيتي، لانه ليست العبره بان يتواجد الانسولين. في مرضى بياخدوا انسولين ولا يستجاب ليه. ماشي يا دكاتره، بصوا بقى للميكانيزم اللي بعد كده بقى المختلفه اللي بس هتتشابه شويه مع ميكانيزم الانسولين اللي هي بتاعه السيتوكاينز. سايتوكاينز ايه؟ السايتوكاينز دي يا دكاتره في المناعه كرات الدم البيضاء مش بتشتغل بنفسها، هناك وسائط بتطلعها اسمها سايتوكاينز. هتدرسوا حاجه اسمها تي ان اف الفا، تيومر نيكروزس فاكتور الفا، انترفيرون جاما، انترلوكين، شويه حاجات كده اسمها سايتوكاينز. انا يهمني اعرف بتشتغل ازاي، لان فعلا في ادويه دلوقتي ان انا اقدر ادي التي ان اف، ادي الانترفيرون، الانترفيرون بيخلق، الحاجات دي بتخلق، تمام؟ فازاي دي بتشتغل؟ دي بقى بتروح للريسبتور، بصوا بقى، بتروح للريسبتور، يشبه الانسولين ريسبتور تماما، بس بتروح للريسبتور وترتبط بالسيتوكاين ريسبتور، ده السيتوكاين ريسبتور. هنا بقى مفيش كاينيزس، الكاينيزس موجوده في السيتوبلازم، موجوده في السيتوبلازم، تمام؟ مجموعة فاميلي من الكاينيزس، كاينيزس كتيرة 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 اسمها جينس كاينيز فاميلي، جينس كاينيز، وتقول لها تعالي تعالي أنا دلوقتي جات السيتوكاين ارتبطت بيه، بليز تعالي. وأول ما تيجي الجينس كاينيزس تروح تتنشط، هي موجودة في السيتوبلازم موجودة بس مش قادر، كانت محتاجة إن السيتوكاين يرتبط بريسبتور. وهي خلي بالك الفرق بين الانسولين ريسبتور وهنا ايه؟ هناك كان التيروزين كايناز بارت من الريسبتور، لينكد بالريسبتور، هنا الكايناز فين؟ في السيتوبلازم، بات ريكروتد باي ذا ريسبتور. يعني ايه ريكروتد؟ استقطبوا بال 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 بالريسبتور. يعني مثلا اقول لكم ايه؟ عايز امثلها دلوقتي، عايز امثلها، احب التمثيل. يعني مثلا لنفترض الموبايل ماشي والبتاع دوت والازازه ديت، تمام؟ دول موجودين في السيتوبلازم مش على الترابيزه، اهو موجودين هنا اهو اهو اهو. هنا دلوقتي السيتوكاين هيجي اهو هيربط هنا الريسبتور اهو. هل في كاينيزس؟ مفيش مفيش. بس اول ما ده جه راحوا ايه بقى؟ راحوا دول يلا يلا يلا، الحركه دي اسمها ايه؟ ريكروتمنت. راحوا ضم اتنشطوا الكاينيزس، يعني دول فوسفوريليتنج فوسفوريليتنج انزيمز، يروحوا ينشطوا ترانسكريبشن فاكتورز برضو في السيتوبلازم موجوده اسمها ستات استات سيجنال سيجنال ترانسدكشن اند اكتيفيتورز اوف ترانسكريبشن، شويه ترانسكريبشن فاكتورز في السيتوبلازم. اول ما دول اتنشطوا راحوا، احنا دلوقتي هنتفصفر خلاص، احنا الكاينيزز دلوقتي اتنشطنا، كنا نايمين واحنا في السيتوبلازم، يا ريسبتور احنا مسكنا فيك هتنشطنا؟ انتوا دلوقتي منشطين، يلا روحوا نشطوا الترانسكريبشن فاكتور، والترانسكريبشن فاكتور تروح داخله النيوكليس عشان تاثر على الجينز ايضا. جينز بتاعت ايه؟ هتدرسوا بقى في المناعه ايه الجينات اللي هي ده وظيفته ايه الانتربروكين ده ولا وظيفته ايه الحاجات دي. فاهمين يا دكاتره؟ فاهمين ولا لا؟ لو مش فاهم قول، عشان السيتوكاين ريسبتور لو قلت لك ان له تيروزين كاينيز اكتيفيتي صح ولا غلط؟ غلط. التيروزين السيتوكين ريسبتور ريكروتس انترا سيلولار كاينيزز اسمها ايه؟ جينس كاينيز فاميلي.
والجينس كايناز اكتيفيت برضه ترانسكريبشن فاكتور اسمها ايه هنا؟ ستات اللي هي سيجنال ترانسكريبشن اند اكتيفيتورز اوف ترانسكريبشن او سيجنال اوف اكتيفيشن اوف اكتيفيتور اوف ترانسكريبشن. اه دكتوره كان في دكتور عايز تسال. اه اتفضلي. اللي بيصير ان الكايناز دي بقت اكتيفيتد تروح الكايناز ديت سايبه الريسبتور وتروح تنشط الستات او اللي هي السيجنال ترانسكريبشن الترانسكريبشن فاكتورز اللي بعدين هتدخل تاثر على الجينز جوه. يعني نفترض السيتوكين اللي كان هناك ده جاي عايز كل زي انترلوكين مثلا. انترلوكين معناه ايه؟ انه بيطلع من كل الدم بيضاء يدخل على كل الدم بيضاء. فانترلوكين راح للريسبتور بتاعه على كل الدم البيضاء الثانيه. عايزها تعمل ايه؟ عايزك يا كل الدم البيضاء انت تطلعي انترلوكين 2 برضه. شوف هو بينشط تخليه نفسه. عايزك يا كل الدم البيضاء تطلعي انترلوكين 2. طب انترلوكين 2 ده لازم له جين. الجين ده عايز يبقى اكتيفيتد بايه؟ بترانسكريبشن فاكتور اسمها ستات. الستات مش نشيطه، موجوده في السيتوبلازم بس مش نشيطه. مين هينشطها؟ الجينس كايناز اللي هي برضه في السيتوبلازم بس مش نشيطه. مين اللي نشط الجينس كايناز؟ ارتباط السيتوكين بالريسبتور. طب ما ده بعيد عن ده، لكن الريسبتور له قدره على ايه؟ ريكروت. يعني انت كطالب لو انت موجود ولقيت انت ولد محبوب في الدفعه ولقيت اول ما بتقف تلاقي الطلبه زمايلك بيجوا، يبقى انت ايه؟ انت ريكروتر. انت بتجذب الطلاب. فاهمين؟ نفس الموقف ده. فاهمين يا دكاتره؟ ولا مش فاهمين؟ الميكانيزم دي للسيتوكين اللي هم الانترفيرون والهيومر نيكروزيس فاكتور وفي سيتوكينز كتيره ثانيه. ماشي يا دكاتره؟ شوفوا بقى ميكانيزم تانية يا دكتور مختلفة شوية عن دي بس هتلاقوا فيها تشابه هنشوفها دلوقتي. يا دكتور طبعا الستات ايش بيعمل بعد ما يتنشط؟ هيدخل النيوكليس ينشط الجينات اكتيفيت جينز ريسبونسبل فور اي بروسيس اللي عايزها السيتوكين ده. السيتوكين ده جاي حامل رسالة اريدك ايتها الكرة تريد ايتها الوايت بلاد سيلز ان تفرزي ايتها الوايت بلاد سيلز اريدك ان تفرزي انترلوكين 2. اذا كره الدم البيضاء دي عايزه، شفت سؤالك سبب ايه؟ ربنا يحفظك فعلا يا رب عليك. طب هنعمل ايه؟ كيف سنتصرف دكتوره؟ على ايه؟ الكبسه اللي هي قصدك الزرار الاحمر؟ ايوه انت بتقولها كبسه؟ شو كان اسمه؟ شو؟ طب هو كده سهل؟ سؤالك يا رب عليك يا ابني انت. اتفضل يا دكتور. الاستاذه الدكتوره مين اسمها؟ هلا برافو يا تمام. شدوسي بصي في كبسه هنا، شايفه كبسه؟ عملت كومبليكيشن حصلت بسبب سؤالك، وانا برضه بنفعلي يعني مش مهم. انفعالي هو اللي سبب هذا كده. يعني انا بقول لك ان الدكاتره انت لوكن اشتغل كده؟ لا انا في احمر نور احمر ندوس عليه؟ لا هو المفروض يبقى ازرق. ايوه الحمد لله اشتغل كده. ايوه كده اشتغل يبقى ازرق ولا ايه؟ هي مشكلة في الستات، وبرضه أنا السبب برضه إن أنا إيه كنت فعلا زيادة. أيوة. يا رب. أيوة. هو بيقول مشكلة في تغيير اللون يعني. ما تجيش جنبه بقى يا عمر بليز. تمام ده اهو زي ما انتم شايفين خلاص هيشتغل. عموما انا دلوقتي جاي برساله عايز كرة الدم البيضاء ديت ان هي تعمل ايه؟ تطلع انترلوكين. ف
فبالتالي عايز الجين اللي هيسبب تخليق انترلوكين يطلع من كره الدم البيضاء دي. طب الجين ده عشان يطلع عايز ايه؟ ترانسكريبشن فاكتور اسمها ايه؟ استات. الاستات ديت هتبقى اكتيفيتد لما الجينوس كاينيز فاميلي تبقى ريكروتد باي ذا ريسبتور زي ما اتفقنا لما السيتوكين هيرتبط بالريسبتور. ماشي يا دكاتره؟ اللي مش فاهم يقول علشان الميكانيزم دلوقتي بقى لحاجه هتلاقيها مختلفه اللي هي ايه بقى؟ هنسمع في المنهج عن حاجه اسمها اتريال ناتريوريتك بيبتايد. هو بس الاختلاف في حاجه اتريال ناتريوريتك بيبتايد. يعني ايه اتريال؟ جاي من اتريال. اوكي. ناتريوريتك يعني حاجه هتخلي الصوديوم من الدم يخرج، هيخلي الكدني تخرج صوديوم، يعني هيعمل دايوريتك اكشن او يقلل البلاد فوليوم عشان ينزل الصوديوم. وده بيبتايد ده بروتين. اوكي. اتريال نت وفازو دايليتور هذا النايت اتريال ناتريوريتك بيبتايد بينزل الضغط قوي وبيوسع البلاد فيزل. كيف اشتغل هذا الاتريال ناتريوريتك بيبتايد؟ انا بس الفكره ان عايز اشوف بيشتغل ازاي. بيروح على الممبرين، على الممبرين بدون ريسبتورز، مفيش ريسبتورز، بس الممبرين فيه ايه بقى؟ فيه تيروزين فوسفاتيز، تيروزين فوسفاتيز كابلد انزيم، تيروزين فوسفاتيز، تيروزين فوسفاتيز. ده انت بتعمل ايه تيروزين فوسفاتيز؟ انا يا دكاتره بروح محول الجي تي بي، باخد منه فوسفورس واحوله لسايكليك جي ام بي. ايه ده؟ ده انزيم لينكد بالممبرين مش في السيتوبلازم. واسمها ايه بقى الانزيمز ديت؟ تيروزين فوسفاتيز مش كاينيز. فوسفاتيز يعني هيشيل فوسفات. في ريسبتور ولا مفيش؟ مفيش، ما في ريسبتور. انما الاتريال ناتريوريتك بيبتايد مجرد اتحاده بالممبرين سواء في البلاد فيزل او في الكدني، بمجرد ارتباطه بالممبرين هيخلي الممبرين يطلع فوسفاتيز، يروح الفوسفاتيز يشيل من الجي تي بي فوسفورس ويجيب سايكليك جي ام بي على وزن السايكليك اي ام بي. ده يعمل ايه بقى السايكليك جي ام بي او سايكليك اي ام بي؟ لو انا في سموث ماسل، لو انا في بلاد فيزل وكتر في السموث ماسل السايكليك جي ام بي، ايه اللي يحصل؟ فازو ايه؟ دايلاتيشن. وفعلا فعلا يا دكاتره سايكليك جي ام بي ده هيعمل فازو دايلاتيشن. فاهمين يا دكاتره؟ ماشي. وكمان برضو لما يروح الكدني هيسبب دايوريسيس بميكانيزم هنعرفها في الكارديوفاسكولار. بس الفكره في ايه اللي انا عايز اقوله دلوقتي؟ انا عندي تيروزين كاينيز مرتبط بانسولين ريسبتور، وعندي جينوس كاينيزس كانت في السيتوبلازم وريكروتد للريسبتور بتاع السيتوكين، وعندي فوسفاتيز تيروزين فوسفاتيز انزيم في الممبرين، وده اللي اشتغل عليه الاتريال ناتريوريتك بيبتايد. طب ايه رايكم بقى في حاجه تاني برضو؟ نيتريك اوكسايد كيف يتشتغل يا نيتريك اوكسايد اللي هو الريلاكسنج فاكتور اللي قلته مع في الاندوثيليوم بتاع الام 3؟ فاكرين اسايل كوني لما مسك في الاندوثيليوم سيلز وشغل ام 3 وخلى الاندوثيليوم يطلع نيتريك اوكسايد؟ كيف اشتغلت؟ ايوه نيتريك اوكسايد. رحت ايه بقى؟ رحت دخلت جوه الخليه، جوه السموث ماسل، جوه الممبرين، ونشطت ايه بقى؟ نشطت اللي هو انزيم برضو اللي هو جوانايل سايكليز نشطته فجاب لي السايكليك جي ام بي. هنا بقى الجوانايل سايكليز اللي اشتغل عليه النيتريك اوكسايد وخلاه يجيب لي السايكليك. فينه هذا السايكليك الانزيم دوت؟ في السيتوبلازم، سوليبل كده في السيتوبلازم. عشان كده نلاقي دلوقتي الدراجز زي ما انتم شايفين الاربع حاجات اللي انا قلتهم، ركزوا عليهم، قولوا لي فين الانزيمز بالظبط بتاعه الانسولين، اين يوجد التيروزين كاينيز؟ في الريسبتور، في اللي هو الانتراسيلولار دومين بتاع الريسبتور. الريسبتور ده ليه اي ريسبتور؟ ليه تو دومينز، دومين خارجي يبص على سطح الخلايا من بره ودومين داخل. هو تيروزين كاينيز بارت من الانتراسيلولار دومين. طيب بتاع السيتوكين ريسبتور
اللي هم مجموعه الجينس كاينيزس فين؟ في السيتوبلازم. ما تريكروت للريسبتور، لاحظوا ان هي راحت للريسبتور وكان لازم تروح عشان تبقى اكتيفيتد. خلاص؟ اذا سؤال السيتوكين ريسبتور، لو جبت لك سؤال قلت لك السيتوكين ريسبتور هاز تيروزين كاينيز اكتيفيتي ولا لا؟ لا ملوش. خدت بالكم؟ لان هو ما فيهوش الكاينيز، هو بس ريكروت الكاينيز. تمام؟ طيب الاتريال ناتريوريتك بيبتايد اللي اشتغل وزود السايكليك ام بي، ايه الاختلاف بين الاتريال ناتريوريتك بيبتايد وبين النيتريك اوكسايد؟ ده كتر سايكليك ام بي او سايكليك جي ام بي، خلينا نقول اصح. وهنا السايكليك جي ام بي الاتريال ناتريوريتك بيبتايد ازاي شغل الجوانايل سايكليز وعمل له اكتيفيشن؟ عن طريق ايه؟ عن طريق انزيمز في الممبرين اسمها تيروزين فوسفاتيز، شالت فوسفات من الجي تي بي وجابت سايكليك جي ام بي. ماشي؟ فاهمين؟ طب النيتريك اوكسايد اشتغل ازاي وجاب السايكليك جي ام بي؟ دخل جوه الخليه ولقى سوليبل في السيتوبلازم جوانايل سايكليز، جاب بيهم. يبقى الانزيمز دلوقتي اللي بقت اكتيفيتد بالنيتريك اوكسايد بتبقى سيتوبلازمك. الانزيمز المرتبطه بالاتريال ناتريوريتك بيبتايد لينكد بايه؟ ممبرين لينكد بط نون ريسبتور. الاتريال ناتريوريتك بيبتايد لو قلت لك ان هو اكت اون ريسبتورز تقول لي كذاب كذاب كذاب. ده هو اكت على الممبرين، والممبرين هيطلع منه الفوسفاتيز هيبقى اكتيفيتد، هيجيب لي ايه بقى؟ هيجيب لي الجوانايل سايكليز. مش فاهمين انتوا انا حاسس؟ لا لا بالامان بجد؟ عن جد؟ ماشي يا دكاتره، الناس اللي ورا فاهمين الفروقات ديت عشان في الامتحان هتبقى في جمل كتير عليها، انا ادينا اهو 4000 لك. ماشي؟ النيتريك اوكسيد، نيتريك اوكسيد ببساطه دي في دبل دخل جوه. طب انا ليه بقى بعذب نفسي دلوقتي؟ لو بصيتي دلوقتي للمحاضره هنا، بصوا اسمها هنا، لان انا هنا الرسومات هنشوف في السلايدات ايه اللي انا مطلوب مني وايه اللي مش مطلوب. اهو الدايناميك 2 في رسمه هتبين لي هذا الكلام، وهنراجع كل الكلام ده اقول لكم ايه اللي مطلوب في السلايد ولا لا. في رسمه ما بين النيتريك اوكسايد والاتريال ناتريوريتك بيبتايد. فينها يا رومان؟ فين اهي. بصوا انظروا الاتريال ناتريوريتك بيبتايد مسك في انزيم اللي هو الجوانايل سايكليز، خدت بالكم؟ شال منه ايه او عمل ايه بعد ما مسك فيه الانزيم؟ اسمه ايه الانزيم ده؟ تيروزين فوسفاتيز انزيم. ده مش ريسبتور، عشان الناس لما تبص للشكل ده تفتكر ده ريسبتور. ده مش ريسبتور، ده اسمه جوانايل سايكليز دومينز. جوانايل سايكليز دومين، اول ما انا جيت بالجوانايل مسكت في الجوانايل، ما انا اجيب السايكليك جي ام بي ده ازاي؟ اجيبه منين انا السايكليك جي ام بي؟ اجيبه ازاي؟ منين؟ مين اللي هيجيب لي سايكليك جي ام بي؟ الجوانايل سايكليز هيحول لي جي تي بي الى، وهيعمل ايه الجوانايل سايكليز ده؟ هيشيل فوسفات، فممكن نسميه على فكره الجوانايل سايكليز ممكن نسميه تيروزين فوسفاتيز، لان هو فعلا الجوانايل سايكليز كل اللي بيعمله بيشيل اهو من الجي تي بي، يشيل منها فوسفات ويجيب السايكليك جي ام بي. فاهمين يا دكاتره؟ بس هنا ايه الفرق بين النيتريك اوكسيد؟ بصوا بقى الجوانايل سايكليز انزيم موجود في الممبرين. بصوا هنا للنيتريك اوكسيد، نيتريك اوكسيد بيفرز من الاندوثيليوم لما يكتر الكالسيوم، معروفه كده. فاكرين لما قلنا الاستايل كلين اشتغل ام 3 جي كيو كابل كتر الكالسيوم فطلع النيتريك اوكسيد؟ فاكرين الكلام دوت؟ نيتريك اوكسيد بيبقى ديفيوز ويروح لايه بقى؟ بصوا بالامانه ده اسمه ايه؟ سوليبل جوانايل سايكليز، لكن ده جوانايل سايكليز فين؟ في الممبرين. ماشي؟ المهم السوليبل جوانايل سايكليز برضه نفس الوظيفه بتاعت ده، جي تي بي بيحولها لسايكليك جي ام بي، والسايكليك جي ام بي بيقوم بالاكتيفيتي بتاعته عن طريق ايضا كاينيز اسمها بروتين كاينيز. المهم انه في النهايه طالما انا
في سموث ماسل الجورنايت سايكلز ماذا سيفعل ريلاكسيشن لهذه الماسل. يبقى ارجوكم تعرفوا الفرق ما بين الانزيمات بتوع الاربع ميكانيزمات دي، لانها عباره عن دراجز اكتنج ثرو انزيمز. الانزيمز ايضا لينكد بريسبتور كما في حاله الانسولين، فكنا بنقول تايروسين كينيز كابلد ريسبتور، او قد يكون ثرو انزيمز بس نون، لا مش نون ريسبتور، ريسبتور بس سيتوبلازميك انزيمز اللي هي جينس كينيزس وريكروتد باي ذا ريسبتور. فاهمين الدكاتره؟ خلاص. وفي الميكانيزمات بتاعت النيتريك اوكسايد والاتريال ناتريوريتك بيبتايد، الاختلافات في الاتريال ناتريوريتك بيبتايد اكت اون انزيم لينك تو ممبرين بات نوت ريسبتور، مفيش ريسبتور، ده انزيم ترانس ممبرين انزيم مش ريسبتور، مش ريسبتور. فاهمين يا دكاتره ولا لا؟ لا مش فاهمين انا حاسس. والنيتريك اوكسيد اشتغل على انزيم فين؟ انترا سيلولار انزيم. في فرق، نيتريك اوكسيد اكت اون انترا سيلولار انزيم، اتريال ناتريوريتك بيبتايد اكت اون ممبرين انزيم نون ريسبتور كابل، والانسولين اكت على انزيم لينكد بريسبتور، والجينس كاينيزس ريكروتد باي ذا ريسبتور. الم تشعروا بلذه الفارماكولوجي؟ شفتوا؟ شفتوا الفرق؟ بتحسوا بمتعه زي كده في اي ماده تاني؟ كومبارابل يعني، مش كده؟ عايزين انتوا ما تقولوش حاجه. طيب اخر حاجه بقى، ميكانيزم الاخيره بقى بتاعه الهرمونز، بقى بتاعه الهرمونز هنلعب على الجينات برضو، بس هنعمل ايه؟ عايزين سبيس ابيض زي قلوبكم كده يا ربي نلاقيه. لا واضح ان ايه؟ ان احنا محتاجين إيه؟ لا ناخد السبيس ده مش مشكلة. ادي هنا مثلا كورتيزول يا كورتيكوستيرويد مثلا، او استروجين مثلا، او ثايرويد هرمون مثلا، اوكي، او فيتامين دي. الامثلة مهمة، الامثلة مهمة. استرويد هرمون، سكس هرمونز استروجين لايك استروجين، فيتامين دي، ثايرويد، تمام. بس الثايرويد يختلف عن الاستيرويد، ان الريسبتور بتاعه في السيتوبلازم مش في النيوبلازم. المهم هذه الحاجات اقول لكم من الاخر برضو، زي ما خدنا الانسولين كان عايز يعمل ايه يا دكاتره؟ الاستيرويد عايزه تحفز زي ما خدته في البايو عمليه الجلايكوجينولايسيس مثلا، خلاص، في الليفر او في السكيلتال موسكل. انا كهرمون عايز احفز العمليه دي، طب العمليه دي مش محتاجه انزيمز؟ قولوا لي بالامانه، محتاجه انزيمز ولا مش محتاجه؟ طب والانزيمز ديت مش ليها جينات تخلقها؟ والجينات دي موجوده في النيوكليوس، واي جينات لها ترانسكريبشن فاكتورز، تمام. الفاكتورز دي انا عايز ازودها، ازودها ازاي؟ يروح الاستيرويد يقول انا الريسبتور بتاعي مش على سطح الخليه بقى، لا ده انا الريسبتور بتاعي انترانيوكليار، انا هدخل جوه النيوكليوس وهنعمل كومبلكس مع بعض، والكومبلكس ده هينشط الترانسكريبشن فاكتور، والترانسكريبشن فاكتور دي هتزود الجين بتاعه الانزيمات بتاعه الجلايكوجينولايسيس. شفتوا ازاي؟ يبقى هل الدواء عمل حاجه جديده؟ هو الدواء عمل ايه؟ الكورتيزول ده عمل ايه؟ ده زود الخليه انها تخلق الانزيمز بتاعه الجلايكوجينولايسيس بزياده، يعني هو في الثيولوجي زايد، لكن الفسيولوجي كده كده بيحصل جلايكوجينولايز، تمام. انا لعبت على الجينات، يبقى مين لغايه دلوقتي قلناهم بيشتغلوا على الجينات؟ الانسولين كان بيشتغل على الجينات مش كده؟ بس كان بارتباطه ب ريسبتور فين؟ ترانس ممبرين لينكد بتيروزين كاينيز، مش كده ولا لا؟ وكان الكاينيز ده بينشط ترانسكريبشن فاكتور كانت في السيتوبلازم، والترانسكريبشن فاكتور دخلت عشان تشتغل على الجينات بتاعه ايه؟ بتاعت الجلوكوز ترانسبورتر، تمام. طب مين تاني اشتغل على جينات؟ قلناهم السيتوكاين، سيتوكاين اشتغل على كاينيزس اللي هي جينس كاينيز فاميلي، ونشط ستات ترانسكريبشن فاكتور في السيتوبلازم، ترانسكريبشن فاكتور دخلت اثرت على الجينات. دلوقتي الهرمونز
زي الكورتيزول. الثايرويد نفس الكلام، وفيتامين دي. بس على فكره فيتامين دي برضو بيشتغل لايك ستيرويد وله ريسبتور انترانيوكلير. الثايرويد هرمون الريسبتور بتاعه في السيتوبلازم، بيعمل كومبلكس معاه ويدخله بعدين للنيوكليس. الفرق بين الستيرويد ريسبتور وفيتامين دي ريسبتور انه فيتامين سوري والثايروكسين، ان الثايروكسين الريسبتور بتاعه سيتوبلازميك. ماشي يا دكاتره، فهمناهم الميكانيزمات كلها ديت؟ فهمناهم ولا لا؟ رهف مش فاهمه حاجه. هم انت بتقول اهو كده، لا انا كنت بقول الجمله مش فاهمين، رحت انت قلت اه. لا فاهمين يا دكاتره؟ تعالوا نبص كده للسلايس عشان تقولوا ايه اللي هنذاكره من السلايس، ايه المطلوب مننا من السلايس مع الكلام ده. اولا لا جدال على ان انا اي معلومه بتتقال شفهيه في المحاضره هي المهمه. انا جايب السلايدات دي لاعانتي، لمساعدتي انا، علشان انت مش هتذاكر فيها كل حاجه، مش ليك انت كل الكلام ده، ويقعدوا يدخلوا يلاقوك بتذاكر الكلام ده. بص يا مامي، بص يا مامي اللي احنا بندرسه قد ايه، شوف ابنك او بنتك بيشوف قد ايه في الكليه، عذاب زي ما انت شايفه. اهتموا بيا بقى، اهتموا بيا، انت كذاب. وانا قلت لك ما تذاكرش كل الحاجات دي. انا اللي عايزه الجي بروتين كابلد، عايزكم تعرفوا امثله للجي بروتين كابلد ريسبتور. تمام. الماسكارينيك ريسبتورز شفنا مثال الاسيتيل كولين اللي شغال على الام 2 في النهار، وشفنا مثال الاسيتيل كولين لما اشتغل على ماسكارينيك في البرونكاي وماسكارينيك في البلاد فيزلز. اذا الماسكارينيك ريسبتورز لازم تكون جي بروتين كابلد. هيختلف ممكن جي كيو بقى ولا جي اس ولا الكلام ده حسب المكان. اوكي دكاتره. طب معنى كده لو جبت لك في الامتحان وقلت لك كل الكولينرجيك ريسبتور جي بروتين كابل، مين هيجاوب؟ اه ايه رايكم؟ مين يجاوبني؟ يلا. All كولينرجيك ريسبتورز ار جي بروتين كابل. في كولينرجيك ريسبتور مش جي بروتين كابل؟ في نوع تاني؟ ايوه ايوه النيكوتينيك ريسبتورز. سأقولها الدكتوره الخبيثه اسمها ايه؟ مريم مايسن. برافو يا مايسن، برافو عليك. النيكوتينيك ريسبتور اللي اشتغل عليها الاستاذ كلنا على سكيلتون ماسك كانت ايه؟ ايون تشانل كابل. تمام؟ يبقى دي نمره واحد. نمره اثنين الادرينرجيك ريسبتور ده ندرسهم في الايكونوميك، الفا وبيتا والدوبامين ريسبتور، دي حاجات هندرسها تبع السمباثيك. ادرينرجيك نسبه للادرينالين، دي برضه جي بروتين كابل، الالفا والبيتا والكلام ده بيبقى قابل برضه باختلافات. يبقى انا عايز الامثله هي المهمه في الموضوع. فاهمين يا دكاتره؟ بالمناسبه على فكره مهدوا نفسكم لما هناخد في الاوتونوميك الفا 2 و تي 2 وام 2 مرتبطين بجي اي، بيتا 2 مرتبطه بجي اس. اكتبوها المعلومه دي عشان هي سهله، لان فيها رقم 2 الفا 2 وبيتا 2 سوري ايه الفا 2 ودي 2 وام 2 وام 2 هذا الثلاثي مرتبط بجي اي. عشان تبعت اي دراج اشتغل على اي واحد من الثلاثه دول هيعمل اكتيفيشن للجي اي، وانت شوف بقى انت بتتكلم في انهي مورجن. تمام. لان انت هتقلل السايكليك اي ام بي، وبالتالي حسب المكان احنا اتفقنا. ماشي يا دكاتره. انما بيتا 2 جي اس. جي اس هتشوفوا ياما في الاوتونوميك ريسبتورز احنا بنسهل الدنيا قد ما نقدر، ونشوف اللي يفيدنا في الجنرال يخدم على الاوتونوميك، والاوتونوميك هيخدم على البي ان اس والسي بي اس. اللي هيذاكر اوتونوميك ويطلع قوي في الاوتونوميك بتاع الجنرال اكيد في السي بي اس هيبقى قوي جدا، والبي ان اس هيتعاد نفس اللي بيدرس في الجنرال اللي انا بدرسه لكم هيعيدوه تاني في البي ان اس. طب ليه؟ حشو زيادة. نعمل ايه؟ عايزين نحط فورم في البي ان اس. قال لك حط الاوتونوميك تاني. طب ما درسناه عشان العيال يفتكروا، عشان نفكرهم في سنة تانية. فأرجوكم اوتونوميك ركزوا عليه. يبقى احنا دلوقتي الجي بروتين كابل ريسبتور عرفناها. فاكرين بقى يا دكاترة في حاجة بقى هنا اهو. الرسمة ديت بس انا عايزك تعرف مين في الجي بروتين
الاكتف الجي بروتين دي كبروتين ده بالتايب فيه ثلاثة سابيونتس الفا وبيتا وجاما سابيونت. الاكتف سابيونت فيهم دي الالفا، هي الالفا بس. فانت بس في الرسمة دي شوف ازاي كانت الجي بروتين بهذا المنظر وكابلت بالالفا ريسبتور الالفا سابيونت جي دي بي. اول ما الليجن مسك في الريسبتور ديت راحت انفصلت اهي الالفا ريسبتور بقت فوسفوريليتد بقى كابلت بيها جي تي بي، والجي تي بي ده بقى هو اللي هيكمل الشغل. يا ترى هيبقى اكتيفيت ادينايد سايكليز ولا هينهبت ادينايد سايكليز ولا الالفا سابيونت اللي فيها الجي تي بي دي هتنشط فوسفورايبيز حسب نوع هذه الجي بروتين. ماشي يا دكاتره؟ بس انا مش عايزك تبقى عارف غير كده. هنا بقى لو تفتكروا بقى لما خدنا الداون ريجوليشن اوف ريسبتورز اللي قلت لكم ساعتها ان الادويه محتاجين نديها اجازه ونعمل دراج هوليداي عشان نخلي الريسبتور تستعيد السنسيتيفيتي بتاعتها. السؤال من تسبب في الديسنسيتايزيشن اوف ذيس ريسبتور؟ ليه يا بيتا 2 انت اللي في البرونكاي ما عدتيش اللي فيه كي جي اس ما عدتيش تنشطي الادينين سايكليز؟ ليه؟ ايه اللي لجمك؟ ايه اللي لجمك وقال الالفا سابيونت بلاش تنفصل عن اخواتك بيتا وجاما؟ مين في الرسمه دي تعرفه بس ان هو البيتا ارستين. ارستين مولكيول بيروح يعمل ايه؟ يشيل فوسفورس من ال اسمها ايه دي؟ من الجي بروتين من الالفا. احنا مش قلنا الالفا هتبقى فوسفوريليتد ويبقى فيها جي تي بي؟ لا، ده انا الارستين هجيب هلاقي الفا سابيونت. انت ليه بقيتي فوسفوريليتد؟ خدت اذن انت يا ماما عشان تبقي فوسفوريليتد؟ لا، تعالى يا فوسفورس ويعمل لها دي فوسفوريليزيشن ويقول للالفا اياك تنفصل عن البيتا والجاما، اياك تنفصل عن البيتا والجاما، خليكوا مع بعض. طب انا كده الريسبتور مش هيبقى شغال والجي بروتين ما عادتش تشتغل، خليكوا انا مش عايز ريسبونس لهذا اللي مسك في الريسبتور من بره ده البيتا 2 اجونست ده انا مش عايزه يشتغل. يبقى من تسبب في الديسنسيتايزيشن او الداون ريجوليشن اوف ريسبتور اللي هو البيتا ارستين؟ محتاجين نوقف البرونكو دايليتور شويه، خدتوا بالكم؟ حتى يتحرر الريسبتور من البيتا ارستين ده هو ويرجع نشاط الريسبتور من جديد بعد فتره. ولازم على فكره في الداون ريجوليشن اوقف الدواء واعمل دراج هوليداي وازود الدوز بعدين، لان الريسبتور ديت مش بالسنسيتيفيتي بتاعتها زي زمان. مين اللي تسبب في كده دكاتره؟ البيتا ارستين. مش عايز غير كده بس، خلاص؟ اي كلام في السلايد مكتوب ولا انا مش عايز غير اللي بقوله. ماشي اهو، هتقرا الكلام ده كله الفا؟ لا، انا اللي قلته اسمع اللي قلته لك واعرفه خلاص. وهنا بص بقى الفا 2 الفا 2 الفا 2 الفا 2 الفا 2 يبقى ايه؟ من نفسي كده هقول ان قابلت بايه؟ بجي اي. خلاص يبقى جي اي، يعني همنع انهبت الادينين سايكليز قال لي سايكليك ام بي وانت يلا روح اشتغل خلاص. والسايكليك ام بي لما يقل مفيش بيولوجيك ريسبونس. انا هنا جي اس نشرت السايكليك ام بي يلا روح اشتغل خلاص. انا هنا جي ايه ده 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 ايه ده؟ بيتا 1 اجونست، بيتا 1 اجونست مرتبط بجي اس. بصوا هنا بقى ام 2 دي ام دي ام 2 دي ايه؟ ام 2 دي هي مرتبطه بجي اي. خدت بالكم الفرق ما بينهم؟ ان انا هنا هزود ازود السايكليك ام بي وهنا هقلل السايكليك ام بي. خلاص يا دكاتره؟ ماشي يا دكاتره ولا مش ماشي؟ ولعلمكم السايكليك ام بي مش هو اللي بيشتغل بنفسه، في بروتين كاينيزس ثاني بعد السايكليك ام بي. في بروتين كاينيزس النهارده نرفع القبعه بجد لما يسمو كاينيزس جوه الخليه. كاينيزس كانت مرتبطه بالانسولين ريسبتور، جينس كاينيز فاميلي كانت ريكروتد للسايتوكاين ريسبتور. خدت بالكم؟ كاينيزس كانت بيشتغل عليها السايكليك ام بي ويعمل كل الاكسايتاتوري افكتس اللي احنا قلناها سواء كونتراكشن او ارتريت يزيد او سكريشن يزيد، بس ما كانش بيعمل كده في الاسموس ماسل. مش كده ولا لا؟ شفتوا كاينيزس مهمه ازاي؟
شفتوها مهمه ازاي؟ والفوسفاتيزز كمان، والفوسفاتيز اللي هو شال الفوسفورس من الجي تي بي وجاب للسايكليك ام بي، يعني لعبه الفوسفورس دي جوه الخليه فظيعه. والموليكولر بيولوجي انت هتطلع عالم في معمل ابحاث كبير، هتدور جوه الخليه في الكاينيزز ديت. فبفتكر الكلام ده لما تبقى دكتوره ناقده وعالم من العلماء، مين اللي قال لك عليها زمان وانت عيل فسفوس صغير؟ انت كنت صنفور دلوقتي فسفوس، تمام؟ مين؟ انا اللي قلت لك عليه. اوعى تنسى، مش تقول انا لا لازم ده من واقع قراءاتي وابحاثي. يا لهوي على الكبرياء اللي هيلبسكم زي الشيطان لما تكبروا وتبقوا دكاتره. تمام، اشوف واحد في سنه سته دلوقتي يبقى قاعد وانا ماشي يا عيني غلبان، نفسي يقول ازيك يا دكتور وحشني وبتاع ده. سلام، انا لا اسلم، انا لا اسلم. يا لهوي، شوفوا طالب متكبر وهيطلع دكتور متكبر، وهيتكبر على المريض وهيموت المريض وهو هيتكبر وهو بعدين يموت. يا جماعه ماشي، نجاحك بامانه، نجاحك انك تتضع، تتضع على قد ما تتضع بجد وانت طالب، خدت بالك وتبقى دكتور متضع، هتنجح نجاح كبير ربنا يديك. ماشي، خليك فاشل دراسيا بس متضع بامانه. ساعات بامانه دكتور ما يكونش عارف حاجه والمريض يخف بس علشان الدكتور ده فيه حاجه كويسه، وربنا سهل لهذا الطالب الفاشل ان يبقى دكتور ناجح بامانه. انا بقول لكم افتكروا هذا الكلام خلاص. ماشي، وحته الجي كيو لانه زيت، خلاص بقى خلاص العمليه، خلاص خلاص كل ده انا مش عايزه، خلاص خلاص. ماشي ماشي يا دكاتره، بصوا السايكليك ام اللي عايز يستمتع بالبروتين. الداي اسايد ليه دور كمان، افرحوا، الداي اسايد ليه دور بروتين كاينيز كمان. اه دكتور طبعا، على ايه قبل؟ ايه هي طب؟ ايوه طبعا، عن جد ايوه بامانه صح، بيزود الجلايكوجين لايسيس. احنا بنشوف ان الناس اللي مش لا ما خلي بالك، هو بيزود الجلايكوجين لايسيس بس على المستوى الاخر بيعمل ايه؟ بالنسبه للليبيد بيحافظ على الليبيد، بيعمل فات ريديستريبيوشن، اللي بياخد كورتيزول ده تلاقي اماكن في الجسم زاد فيها ليبيد، لايبوجينيسيس مش لايبوليتيك، بيخزن الليبيدز في اماكن مختلفه. هو كاتابوليك على البروتين وعلى الجلوكوز جلايكوجينولايسيس وجلوكونيوجينيسيس كمان، بيخلق جلوكوز من الليبيد، خد بالك، او من البروتين، عمليه الجلوكونيوجينيسيس، لكن على مستوى الليبيد بيحفز الليبيد. عمل ازاي الحركه ديت؟ برضه بتاثيره على الجينات. يعني انا اللي عايزك تعرفيه انه الكورتيكوستيرويد او الاسترويد بصفه عامه زودت او قللت عمليه ديبند على تغييرها للجينات، عن طريق ان ليها ريسبتور داخل النيوكليوس واثرت على الترانسكريبشن فاكتور اللي اثر على الجينات المرتبطه بانزيمات هذه العمليه. ماشي يا دكاتره؟ اه يا دكتور. هسه على فكره ما عجبتنيش، يعني مش ما لفتتش، هسه يعني دلوقتي ما جذبتش انتباهي على فكره، زي شو وعن جد. اه اتفضل نبلش برضه. لا مش عجباني اللي بتعالج بالكورتيزون، ماله؟ يس ديكساميثازون الكلام ده. اه اي ستيرويد خلاص، عايز انت تقول عايز قدام زمايلك تتباهى وتتكبر وتتكبر، انا عارف كورتيكوستيرويد يا جماعه، عايز يقول لكم هذا الكلام، بيقول لي اسماء ادويه لسه هيدرسها في الاندوكراين سيستم. بس الراجل اوعى تزعل، ده انا بحبك. اه اتفضل اتفضل، انا بس بنكش معاك يمكن الاقي يفتكروا حاجات بهذا الموضوع. بالظبط، اه بالظبط بالظبط، وده اللي قلناه من شويه. صح، هتلاقي ولد بياخد استيرويد كده مون فيس، تلاقي شكله زي القمر، واخد بالك، وتلاقيه بطنه كده كبيره وفي فاتس واطرافه يعني لا صغيره، ولد كلبوس كده لذيذ، بص وشه زي القمر، تمسكه كده وتبقى تاكل التشيكس بتاعه.
عايز بريك؟ عايزين البريك ده احنا بقينا حاجات صغيرة ونمشي. طيب بريك 5 دقايق، اوكي. لا بريك 5 دقايق عشان اللي نفسه يمشي ويروح يفكر كده ماشي. هاي تلا. لا لا. يا دكاترة. يلا ريست كده 5 دقايق مش الريستين. بيتا الريستين. الريست وريست. كرهت المحاضرة عايزة تمشي هذه الشريرة. هو structure like hormone مش هرمون، هو بيسموه في الكتب ان هو التايب considered as hormone بس ده ما لقاش في سكه خالص. الاترين ناتروريتك بالتايب هرمون لايك هو مش هرمون، ولازم يبقى ليبت سيلول عشان يدخل جوه الخليه، يعني الاستيرويد ليبت سيلول، الاستروجين، فيتامين اي، فيتامين اي كونسيلر، الثيرويد. لا غالبا بيبقوا اكت على ترانس ميمبرين. لا يا دكاترة انسوا الفسيولوجي لما ندرس الفورمة بتاعت الهرمون خلاص؟ ايوه بيقلل الفرصة ويقلل الريت. مومين بس هو الفكرة انه مني على الاتريوم بس هي ما تحبلكوش النقطة على الاتريوم والاتريوم نوت افكت تو ماتش اكسنت ذا كارديك اوتوماتيك لان كده كده حتى لو قللت الكونتراكشن بتاع الاتريوم بلاد ويل ديسنت تو فنتركل فيا جرافيتي بس لكن هو بيأثر على الام 2 في المصر. عفوا. في الاوبيزيتي مرضى الاوبيز هم اللي بيزيست يقول لك الانسولين بيبقى فيه انفلاميشن للخلايا يأثر على السيجنالينج ميكانيزم بتاع الانسولين كاينيزس وترانسكريبشن فاكتور. نعم؟ يس في دراجز دلوقتي انسولين سنسكايزرز اللي هي الجليبتينز واخد بالك بتدرسوها في الاندوكراين بنسميها انسولين سنسكايزرز وفي حاجات بتأثر على الجين اتسلف بالادويه اللي هي الجليتازونز واخد بالك في ادويه كتير بتبقى اكت على ريسبتور جوه اسمها بروليفتا مش عارف ايه دي بي بي ار بابار ديت بتشتغل على الترانسكريبشن جوه هذول انسولين سنسكايزرز. لا الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج بيقول انه بيزود السنسيتيفيتي برضه للانسولين انه انسولين سنسيتيفيتي برضه. تفضلي يا هاني. فيكسي سافيت الدوز او كونسنتريشن. لا ما انا لازم اشرح عشان اقارن الافيكاسي لازم اسف خلاص هذا الكونسنتريشن ده ليه عمل ده تاثير اعلى وتاني بنفس التركيز عمل تاثير اكتر لان الانترنسيك اكتر مختلف ان ده نشط افكتورز وسكند ميسنجرز اكتر من ده فعمل افكت اعلى. لا هو الفكرة في الـ concentration أنا لما أقارن بقول لك لما أقارن أو ده مور إفكتيف عن ده إزاي أنت لازم تثبت الـ concentration لازم تشوف مين فيهم قادر وأنت ثبتت التركيز وشفت هاو ماتش إفكتيف ويل بي أكتيفيتد من ده ومن ده خدت بالك يبقى ساعتها قارن يبقى هتقولي ده مور إفكتيف عن ده خدت بالك بس
بس لابد ما اقدرش انا اقول ده مول افكتيف عن ده الا اذا ثبت لي البارامتر. طب ما هو ده ممكن يبقى مول افكتيف عن دواء تاني لو انا اديت ده جرعه اكتر من دواء تاني، ممكن يبقى مول افكتيف. لكن انت ساعتها ما بتكونش بتطني الجمله دي غلط كده، غلط علميا. لازم عشان ابقى صابر تفرقه ما بين، ما قارنش انا دلوقتي شطاره مثلا طالب وطالب في البطنه بان اجيب طالب من اثر وطالب من سنه سته واقارن بينهم في البطنه. لازم الاثنين يكونوا في سنه سته عشان اقارن بينهم. ما قارنش انا بين اثنين بيدرسوا اناتومي خدت بالك وهو واحد في ثانويه عامه واحد مش كده ولا لا؟ يبقى لازم انت عشان تقارني من اي حاجه انت لازم تثبتي كل الفاكتور وتقارني حاجه واحده بس. النهارده ليه؟ والفرصه. نستنى سنه يعني. ممكن اكستنت يعني هندرس مثلا الدوبامين او سوري الدوبيوتامين بيزود الفورس مور ذان اتس انكريزنج افكت على الريت، يعني هيزود الفورس اكتر. زود الريت بس تو ليس اكستنت، لكن تاثيره اكتر حسب المكان. انا لو باثر ودي افنت للمصل غير ما يبقى لي افنت للاس نوت او الافي نوت. ماشي؟ الاستروجين كهرمون ده زي الاسترويد بالظبط. انت بتغير الجينات. كيف تغير الجينات؟ انت مباشره ليبيد سوليبل كهرمون تقدر تدخل تتحد بريسبتور موجود في النيوكليوس، وهذا الكومبلكس اللي اتكون بين الدراج والريسبتور مباشره اثر على الترانسكريبشن فاكتور اللي اثر بالتالي على الجين. بس غيرت الجين، انت غيرت الجين بالهرمونز دي. لا، النيتريك اوكسيد ما اشتغلش على الريسبتور خالص، اشتغل على انزيم في السيتوبلازم. جوانين سايكليز. الادريال ناتريوريتيك بيبتايد اكت على الممبرين انزيم. الممبرين انزيم اكت على الجوانين سايكليز وهو في الممبرين. في جوانين سايكليز موجود في الممبرين، في جوانين سايكليز موجود في السيتوبلازم. ماشي؟ سفيان. ريكروتمنت. ايوه يا سفيان. النيتريك اوكسيد يا دكاتره بيشتغل على جينات؟ قال له تاثير النيتريك اوكسيد على جينات؟ لا، بيشتغل على جوانايل سايكليز في السيتوبلازم. ماشي؟ طيب يا دكاتره، الادريال ناتروريتيك بالطيب اشتغل على جوانايل سايكليز في الممبرين. ولا ومش مرتبط بريسبتور. ماشي؟ تمام. ايه يا دكتوره؟ طب دي سلك يا خبيثه. طيب تعالوا بينا يا دكاتره بقى نكمل القصه، بقينا حاجتين بس قصاد. ماشي يا دكاتره؟ هنا الجدول ده جايب لك بقى كل اللي بيشتغل على جي بروتين. انا مش عايز منه غير الامثله الثلاثه الاولانيه. هقول لكم مثال الهستامين بقى دلوقتي. هقول لكم مثال الهستامين. بصوا بقى الهستامين يا دكاتره، الهستامين يا دكاتره، لا دوت الهستامين يا دكاتره بيشتغل على ادي البرونكاي اهي. ماشي يا دكاتره؟ في المصل في اتش 1 وفي الميوكوزا جوه في اتش 2. ده الهستامين بيشتغل على التو ريسبتورز دول في البرونكاي. ماشي يا دكاتره؟ زي ما من شويه كنا قلنا الاسيتايل كولين اشتغل على ام 3 في المصل وعلى ام 3 في الميوكوزا. ما
بس كان الام 3 هنا وهنا جي كيو كابلت فاكرين؟ وكتروا الكالسيوم سواء في المصل او في الخلايا بتاعه الميكوزا، وعشان كده زاد الكونتراكشن وزاد السكريشن. بصوا بقى للهستامين اتش 1 تبقى جي كيو كابلت، اتش 2 تبقى جي اس كابلت. مين يقول لي بقى ايه اللي هيحصل؟ يلا هنا بقى نفس الدراج هستامين او الماده هستامين اشتغلت على هستامينك ريسبتور. شوفوا بقى سب تايبس اختلف فيها الايه السيجنالينج ترانسديوسر اللي جوه، هنا كان جي كيو وهنا كان جي اس. لما الهستامين يشتغل على جي كيو اللي في المصل هيكثر الكالسيوم ويحصل كونتراكشن للمصل، يحصل برونكو كونستريكشن. ولما اشتغل على اتش 2 اللي في الميوكوزا هشتغل على جي اس وهكتر السايكليك اي ام بي في هذه الميوكوزا، وبالتالي هيزيد السكريشن بتاع هذه الميوكوزا، وهتلاقي الهستامين عمل برونكو كونستريكشن وزود السكريشن. ماشي يا دكاتره؟ شوفوا الاستاتين عمل نفس الكلام بس ام 3 وام 3، وكانت السيجنال ترانسديوسر او الافكتور واحد اللي هو جي كيو جي كيو، وكان الفكره اكسايتيشن للمصل وللخلايا اللي كانت بتفرز وزاد السكريشن وزاد الكونتراكشن. هستامين اشتغل على جي كيو في المصل واشتغل على جي اس في الخلايا بتاعه الميكوزا. جي اس نهايتها سايكليك اي ام بي هيزيد في الخلايا دي، السايكليك ام بي زي ما اتفقنا في كل مكان اكسايتاتوري ما عدا السموث مصل. خلي بالك ما تقوليش ساعتها الله طب ما الهستامين هنا زود الايه الام السايكليك ام بي في البرونكاي، زودها فين؟ في خلايا ايه؟ في الميكوزا. فالميزيليوم دوت زاد نشاطه فزود السكريشن. فاهمين يا دكاتره؟ عشان النقط ديت مهمه. خلاص؟ لما نيجي بقى للجدول زي ما قلت لكم الامثله الثلاثه الاولانيين عارفين، شوفوا الفرق بين دي 2 ودي 1. دي 2 كابلد بجي ار، دي 1 في اي مكان هنشوفها كابلد بجي اس. فهيزيد السايكليك اي ام بي مع دي 1 وهيقل مع دي 2. هيستامين هتلاقي اتش 2 كابلد بجي اس فزادت سايكليك ام بي، وهتلاقيها كابلد بجي اي هتقلل السايكليك ام بي. ممكن جدا الهستامين يرتبط بتاع ده، سوري الام 2 دي مالك بالهستامين انت ايه؟ حصل لك فصلان يعني رومان. ام 2 اللي هي كانت في الهارت اللي اخذناها كانت مرتبطه بجي اي، وقلنا السايكليك لما اشتغل عليها قلل الايه سايكليك ام بي وقلل بالتالي هارت ريت ايفي نود كوندكشن اند فورس اوف كونتراكشن. فاهمين يا دكتور؟ اتفضل. الدي 2 مرتبط بالجي اي، شوفها شايفه الثلاثه اللي ورا بعض اللي هم قللوا السايكليك ام بي، الفا 2 وام 2 ودي 2. طبعا اختلاف الليجند، الالفا 2 بيشتغل عليها ليجند الابنفرين والمر ابنفرين وهكذا يعني. مرتبطه بجي اس. يس. بالجي اس بالجي اس، البيتا 1 بيتا 2 بالجي اس. يس. ماشي يا دكاتره؟ يا دكتوره زينب. جي بروتين ستيمولاتوري جي بروتين ستيمولات ايه؟ ادينين سايكليز. ماشي يا دكاتره؟ فاهمين؟ اي سؤال اول باول عشان بنقول المحاضره مهمه جدا. ايه ده؟ طيب السلايد اللي بعد كده اللي عايزه في كل حته الديسنس داون ريجوليشن وريسنسيتايزيشن، خلاصه انا مش عايز غير ان انا اشوف كلمه بيتا ارستين وانترنالايزيشن اللي بيسبب داون ريجوليشن. عايزكم بس تعرفوا السببين دول، ان يبقى في دي ارستين بيتا ارستين يارست الانفصال الالفا سب يونت عن التو سب يونت التانيين، والانترنالايزيشن بكده او كده قلت السنسيتيفيتي، وهي دي اللي بيفسر الدايناميك توليرانس. ماشي يا دكاتره؟ مش عايز غير كده. السلايدز هنا لو عايز تحتقر السلايدز ديت احتقرها. ماشي؟ بس انا واخدها جايد ليا انا مش ليكم انتوا. اوكي؟ انا واخدها يبقى الاساس هو الكلام اللي بقوله. ماشي يا دكاتره؟ شوفوا استمتعوا بكيف قتل الريسبتور وانترنالايزد والبيتا ارستين هنا اهو. شوفوا ادي الريسبتور اليونت اهي، وادي الريسبتور، وده يا عيني كان شغال على جي اس. بص بقى البيتا ارستين
راح لجم الثلاثه سب يونت وقال لهم ايه وخلاهم ما ينفصلوش عن بعض. هنا دي ميكانيزم اللي فيها ان الريسبتور يبقى انترنالايزد، ان حصل بيت حفره اتكونت بلعت. شوفوا يا عين الريسبتور هو مبلوع اندوسايتوزيس اهو، وراح اتكسر جوه مات الريسبتور ده كان مات. شوفوا شوفوا البيبتايد تشين اللي كانت اهو زي الفل اهي، بصوا اتكسرت ازاي جوه الريسبتور. هذه الشريحه بس لتوضيح ان الانترنالايزيشن من اسباب ايه الديسنسايزيشن اللي هو ايه داون ريجوليشن اوف ريسبتور. خلاص هنا دول بصوا بقى ال ريسبتور تايروزين كاينيز، الفرق بين الانسولين والناتريوريتك بالتايم. بصوا هنا الانسولين الاثنين ميكانيزم واحده ترانس ممبرين انزايمز، مش كده ولا لا؟ بس ايه الفرق؟ ان هنا التايروزين كاينيز لينكد بريسبتور، هنا ايه بقى؟ هنا ايه بقى في الناتريوريتك بالتايم؟ الناتريوريتك بالتايم لينكد بايه؟ ممبرين باوندز جوانايت سايكليز. فهمتوا؟ لا مش فاهمين انا حاسس كلام اللي عمال عيد وزير، بس هو بيتوضح اهو بالسلايد. عشان كده انا احب اشرح الاول وبعدين اشوف السلايد. عليكس عكاس تحس الدكتور كده مختلف ماشي. يوم من الايام هتبقوا في العنايه المركزه ومريض عنده ضغط عالي جدا ايمرجنت هايبر تنشن، وهتدوه دواء اسمه نيسيريتايد. مش عليكم، مش مقرر عليكم في هذه اللحظه، بس هو ايه النيسيريتايد ده؟ اتريال ناتريوريتك بيبتايد لايك، يعني زي الاتري الناتريوريتك بتخلي اقناه. يشتغل ازاي؟ يشتغل على جوناين سايكليز. لينكد بايه الجوناين سايكليز؟ بالممبريك. اه واحد قال بريسبتور انت لا. ايوه بس انا سمعتها ريسبتور. خلاص اوكي انت بريء. ماشي يا دكاتره؟ شوفوا الفرق والانسولين هنا اهوت والجروس، شايف شويه الجروس فاكتور، ابيديرمال جروس فاكتور، بليت دريفت جروس فاكتور، فازو اكتف انسيلير جروس فاكتور. انا ما يهمنيش انما الميني جروس فاكتور. خلاص يا دكاتره وفي ادويه مش عايزنا منكم خالص عشان انتوا اشرار. بصوا بقى مين اللي مرتبط بجاك ستات؟ مين اللي مرتبط بجاك ستات؟ لو انا جبت لك وان اوف ذا فالونج ريسبتور اركبت بايب جاك ستات لازم تبقى عارف مين جاك ستات ده. جينس كاينيز فاميلي اللي هتنشط السيجنال ترانسدكشن اكتيفيتور اوف ترانسكريبشن مرتبط سايتوكاين ريسبتورز. سايتوكاينز ماشي يا دكاتره؟ سايتوكاينز. سايتوكاينز ليه؟ هل الريسبتور هنا له تايروزين كاينيز اكتيفيتي؟ لا، انما هو ريكروت هذه الانزايمز بس. ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه. سيبك من الحاجات ديت خلاص خلاص. بص هنا بقى اهو، السيتوكين ريسبتور بنعتبرها ايه يا دكاتره؟ ترانس ممبرين نون انزايمز، لان الانزايمز الكاينيزز فين؟ في السيتوبلاز. امال اكتيفيتد ازاي؟ ريكروتمنت. برافو عليك، شاطره شاطره شاطره. ماشي يا دكاتره خلاص اهو اهو. بص اهو اهو، شايفين؟ يا سلام، انا ما كنتش كداب يا جماعه. ادي السيتوكين وارتبط بالريسبتور، وادي الكاينيزس اللي عايمه في السيتوبلاز وانجذبت للريسبتور. فاهمين يا دكاتره؟ عمال اعيد وازيد اهو عشان محدش يقول لي اي جمله في محاضره النهارده كانت صعبه. افهموا كويس بس، ماليش دعوه. نيتريك اوكسيد قابلت بايه؟ مين التارجت بتاعه؟ سوليبل جوانايت سايكليت في السيتوبلاز. هل مرتبط بالريسبتور؟ لا، ده انزيم في السيتوبلاز. خلاص ماشي، وادي الرسمه بتاعته اللي وضحناها بس تبقوا عارفين الكلام كويس. سيبك من بتاع النيوكليير ريسبتور بتاعت مين؟ النيوكليير ريسبتور بتاعت الهرمونز، استروجين بتاع ده، تستوستيرون، ثايرويد هرمون، وات ايفر، كل الحكايات دي. خلاص 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 خلاص، مش عايز انا كل. وادي رسمه اهي بتوضح الاربع ميكانيزمات او الكذا ميكانيزم مع بعض. وشوفوا الفرق، شوفوا الفرق يا جماعه. الهرمون احتاج قد ايه عشان يشتغل؟ شوفوا الايونوتروبيك ما احتاجتش غير 100 سكند. شوفوا الجي بروتين سكندز. شوفوا الكاينيزس بقى والهرمون خدت كام ساعات عشان تشتغل. اوكي ده برضو فرق مهم. نيجي بقى اخيرا لحاجتين. الحاجه الاولى
الدوز ريسبونس كيرفز، الدوز ريسبونس كيرف. انا محتاج بس هنا ليه بتاع ده حته فاضيه لونها ابيض. عايزين نفتح دكتور، عايزين نفتح بينت جديد. ازاي في معظم الاحلام مش المفروض البرنامج ده يبقى موجود هنا؟ انتوا مخبينه ليه؟ طيب طب انا بس عايز ايه سبيس واحد عشان هرسم الدوز ريسبونس كيرف النوعين اللي احنا هنحتاجه. ماشي ايوه برافو عليك، شكرا دكتور ميرسي جدا ليك. بصوا يا دكاتره، لو انا رسمت انا عايز اعمل الخط ادوس على فين القلم؟ فين القلم ده؟ يمكن فين القلم يا جماعه؟ حرام عليكم، اهو عايزين قلم جاي. فين اهو يا انت ما عارفه الشفره بتاعت ال... ايوه ايوه برافو عليك. تمام بص يا دكاتره، لو رسمنا دوز ريسبونس كيرف بهذا الشكل، عملنا دوزز هنا على المحور الهوريزونتال دوز وهنا ريسبونس، الافضل نستخدم لوج دوز ولا دوز؟ مين يقول لي؟ لوج. ليه؟ ايه فايده ان انا استخدم لوج دوز نوت دوز؟ ان اعمل وايد رينج اوف دوزز عشان ال10 هتبقى واحد، ال100 هتبقى اثنين كده. طيب بالنسبه للريسبونس، لو الريسبونس دي انا استها جريدت، جريدت يعني ايه جريدت؟ يعني كل جرعه هشوف الافكت بتاعها، هشوف هارت ريت قد ايه، اشوف بلاد بريشر قد ايه، اشوف جلوكوز قد ايه، هقيس الريسبونس، هقيس الريسبونس خلاص، وهعمل دوز ريسبونس كده الاقيه اس شيب بالمنظر ده، اس شيب هلاقي جرعه قليله خالص اقل جرعه تدي تاثير، وهلاقي جرعه اسمها ماكسيمال افكتيف دوز او اسميها اي ماكس عملت ماكسيمال ريسبونس. هنا ده الماكسيمال ريسبونس. ماشي يا دكاتره، مين يعرف لي الماكسيمال دوز ديت اللي عملت الماكسيمال افكت دي ايه هي؟ تعرفها الدوز ذات بروديوس ماكسيمال افكت. اوكي طب من الكيرف ده اقدر اجيب هاف ذا ماكسيمال افكت واروح منزل كده اهوت واعرف دوز هنسميها بقى اي دي 50. ايه هي الاي دي 50 بقى هنا هو ايه؟ مين يقول لي تعريفها في هذا الكيرف؟ الكيرف ده انا بقيس الريسبونس اسمه جريدد دوز ريسبونس كيرف. ليه اسم تاني ايه هو؟ ايوه الاي دي 50 هي الدوز اللي هي برودوس ايه؟ هاف ذا ماكسيمال افكت. تمام اسمها اي دي 50. اوكي طب انا بقى ممكن ما اعملش الكيرف ده، انا ممكن اعمل كيرف تاني برضه لوب دوز نفس الكلام بس الريسبونس مش هقيسها، لا اشوف الريسبونس حصلت في كام في المية من الناس او ما حصلتش في كام في المية من الناس كده كده. فبالتالي لو رسمت كيرف يبقى هنا الريسبونس هو برسنتج بوبيوليشن، برسنتج اوف بوبيوليشن ان هوم ريسبونس اوكي اور نوت، بسميه اول اور نون كيرف او بسميه كوانتال دوز ريسبونس كيرف او اسميه كواليتيتيف دوز ريسبونس كير. خلي بالكم من النقط دي. مين يعرف لي بقى الاي دي 50 في هذا الكيرف هتبقى ايه؟ نفس السيجمويد شيب ده، ده على فكره اس شيب او بيسموه سيجمويد شيب، سيجمويد او اس شيب. في مينيمال افكتيف دوز وفي الماكسيمال افكتيف دوز وفي الاي دي 50. ايه تعريف الاي دي 50 بقى في هذا الكيرف يا دكاتره؟ هو الدوز that produce effect in half of population. جبت 100 اشتغلت عليهم. طب هل ممكن اعمل كيرف كوانتال برضو للجرعات التوكسيك؟ ايوه ممكن اعمل للجرعات الليسة اللي تقتل. ايوه يبقى انا عندي حاجه اسمها تي دي 50 و ال دي 50. هعمل بس كيرف بقى بجرعات اكبر بس كوانتال برضو بجرعات اكبر، يقيس لي حاجة اسمها تي دي 50 أو ال دي 50، كيرف تاني برضه أكبر، يعني خلي بالك في كيرف
استخدمه لجرعات صغيره بتدي افكت، واشوف الاي دي 50 من هذا الكيرف. جرعات اكبر. اي دكتور اتفضلي. اتفضلي. ميرسي يا دكتور، ميرسي ان انت استاذنتي. نسقف لها يا جماعه الدكتوره دي. بجد بجد فيها الفيزكس اللي هي الاخلاق والذوق، مش امشي كده هو الاولاد ليه ما يتعلموش الذوقيات؟ ليه ذوقيات اللي هي اكتر في الفيميلز يعني؟ المهم انه دلوقتي تي دي 50 ايه هي بقى تعريفها؟ مين يقول لي؟ الدوز ذات بروديوس ذات توكسيك ل 50% من الناس. تجاوبت بالنيابه عن حاله، لسه حاله هتقعد سنتين. طب ايه اللي دي 50 تبقى ايه؟ ليس الدوز. سؤال، هل نقدر نحسب التي دي 50 والال دي 50 فروم اجريد الدوز ريسبونس كيرف؟ لا. ليه؟ ايوه ليه؟ التوكسيستي والليساليتي ما يتقاسوش. الليساليتي والتوكسيستي يا حصلوا يا ما حصلوش. مفيش حاجة اسمها الجرعة دي موتت الشخص ده بنسبة 50%. مات؟ مش منطقي، صح ولا أنا غلطان؟ مفيش جرعة نقول لا جرعة يا توكسيك يا مش توكسيك، وتعد أنت البوبيليشن حصل فيهم توكسيك أو كده. خلاص يا دكاترة؟ لو أنا بقى قسمت، وفيها على فكرة نقط نسيت أقولها للشعبة اللي تحت دي وبفكرهم وأقول لهم إن أنا ما قلتهاش. خلاص؟ ال دي 50 على اي دي 50. لو قسمت انا ال دي 50 من اي دي 50، لو سالتك سؤال جمله ساذجه قلت لك ال دي 50 اند اي دي 50 كان بي كالكوليتد فروم ذا سيم كيرف، غلط. دي بتتقاس من كيرف الدوزس ودي بتتقاس من كيرف الدوزس. شوفوا في معلومات قد لا تقال في المحاضره بس الطالب يستنتجها، فما يقولش دي ما اتقالتش، مش كده ولا لا؟ بالعقل كده خلاص ماشي. الدواء كل ما ليس الدوز قربت من الثيرابيوتيك دوز، كل ما الدواء ده كان ليه نارو ثيرابيوتيك اندكس. ده اللي انا بقوله النسبه دي بنسميها دكاتره ثيرابيوتيك اندكس تي اي. ماشي يا دكاتره؟ تي اي هي النسبه بين ال دي 50 وال اي دي 50. هل هناك دواء الثيرابيوتيك اندكس ايكوال 1؟ لا طبعا ما فيش. هل في دواء يدي تأثير ويموت برضه نفس الجرعة، تدي تأثير ونفس الجرعة تموت؟ نوت ابليكابل، ان التي اي يكون ايكوال 1. خلاص؟ انا بس الفكرة في ان كل ما وسع المجال ما بين الثيرابيوتيك دوز والليسال دوز كل ما كان الدواء ده سيف. خلاص؟ ماشي يا دكاترة؟ عشان كده مين أأمن للناس اللي فوقينا؟ الشخص الطويل ولا الشخص القصير؟ ازاي؟ الطويل جاست بس يمد ايديه يخرم السقف ده ويدخل على الناس اللي فوق ويبهدلهم ويقتلهم، انما القصير في مسافه. عشان كده الدواء كل ما كان الثيرابيوتيك دوز فرق كبير بينها وبين التوكسيك دوز كل ما كان الدواء ده سيف. طب مين يقول لي كيف احدد السيفتي بطريقه اخرى غير الثيرابيوتيك اندكس؟ اتفضلي يا دوز من الافكتيف دوز. ماشي، دي ما نفس الكلام. يعني انا ممكن اقسم تي دي 50 على اي دي 50 او اقسم ال دي 50 على اي دي 50. انا بقول طريقه ثاني ممكن. ما هي يعني ما نفس الكلام يا بنتي هلا، انت عايز تتكلمي تقول نفس الكلام بس بمعاني اخرى. انت لو بقيت دكتوره تجيب الجمل متشابكه جدا هتعقد الطلبه. شكل الكيرف يا دكاتره، شكل الكيرف، ايه رايكم في كيرف يطلع دوز ريسبونس كيرف يطلع كده وكيرف يطلع كده؟ مين أأمن، ده ولا ده؟ الأولاني أأمن. كل ما كان فلات كل ما كان معناه دايركت بروبورشن بين الدوز والريسبونس. أنت لما تطلع جبل بهذا الانحناء أفضل ولا تطلع جبل بهذا الانحناء؟ الانحناء لما يبقى فلات كده يبقى كويس، لكن ممكن ناس مثلا عاملين في مصر دلوقتي كوبري بادي كده، مش عارف انا ايه الغباء اللي فيه، يعني السياره تطلع كده يا لهوي. بامانه عملوه دلوقتي انجاز كبير ان عملوا هذا الشكل البتاع ده، ما اعرفش ازاي السياره هتطلع هذا الكيرف الاولاني. هنا بقى لا، افضل انك تطلع بالتدريج هنا في اللي هو بيسموه ستيب سلوب. ستيب سلوب دي ما قلتهاش للشعبه اللي تحت، بقول لهم ان انا قلتها.
خلاص ستيب سلو زي رقبه الغزاله او سوري الزرافه. الزرافه مش رقبتها طويله دي اسمها ستيب سلو ماشي. الزرافه لما او الجمل الجمل لما بتركبه بيبقى خطر برضه ستيب سلو لكن الفلات هو السيف. في حاجه برضه ما قلتهاش للشعب تحت ارجوكم قولوا لهم انه ال دي 1 على ال دي 99 اسمها مارجن اوف سيفتي. ما قلتهاش تحت مارجن اوف سيفتي. يبقى انا لو قسمت هو افضل من الثيرابيوتيك اندكس الافضل ليا اشوف الجرعه اللي تبقى ليسن ل 1% اوف بوبيوليشن واقسمها على الدوز بروديوس افكت ان 99% من الناس العلاقه بين ال دي 1 اوفر او بير اوفر اي دي 99 دي بتساوي مارجن اوف سيفتي. دي يقولوا لهم ان هو قالها مطالبين بيها خلاص ده يقولوا تحت ان هو ما قالهاش ماشي يا دكاتره فهمتوا؟ نعم المارجن اوف سيفتي ايكوال ال دي 1 على اي دي 99. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اشوف الفرق بين الدوز ليسن تو 1% اوف بوبيوليشن اوفر ذا دوز بروديوس افكت في 99% من البوبيوليشن. العلاقه بينهم دي اسمها مارجن اوف سيف. النارو ثيرابيوتيك دراجز اخر كلام برضه هقوله فيه معلومتين ما تقلقوش. انا في الجزء الاول قعدت اعيد وازيد يعني ما قلناش معلومات كتيره مش كده ولا لا؟ خلاص؟ عايز اقول الدراجز اللي هي نارو ثيرابيوتيك اندكس لازم تعمل لها حاجه مهمه في المستشفى اسمها الثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. معنى نارو ثيرابيوتيك اندكس يعني الجرعه التوكسيك قريبه جدا من الجرعه الثيرابيوتيك. يعني معناها اقل زياده انت هتديها للمريض هتدخله في توكسيستي. الادويه اللي انت عارف ان ليها نارو ثيرابيوتيك اندكس يو شود ميجر ان ذا هوسبيتال. لازم يا مريض تروح المستشفى كل شويه وتقيس الدواء ده في الدم. في وحده في المستشفى موجوده في اي مستشفى اسمها وحده قياس الدواء ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج دي دي ام. الهدف منها قياس الدواء للنارو ثيرابيوتيك اندكس دراجز زي مثلا الديجوكسين اللي هناخده في القلب زي ما هناخد السايوفيلين في البرونكيال ازمة زي ما هناخد الانتي ايبيليبتيك في الصرع. هذه الادويه تقاس لا بد ان تقاس. ما تديش المريض انت جرعه من الادويه دي وتقول له منك لنفسك يلا ومش عايز شويه تاني. لازم تتابع مستوى الدواء. هيتام درام دراجز لازم اعمل لها ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج ولا لا؟ انتوا بصوا عشان انا بس انا سالت اول ما اقول الجمله بلهجه معينه انتوا اه زي الاطفال. ثيرابيوتيك الهيتام درام دراجز لازم اعمل لها الدي دي ام. فانتوا تقولوا اه اه ايه رايكم؟ تقيس ايه؟ تقيس ايه الهيتام درام؟ ما الدواء مش موجود في الدم. ما الهيتام درام دراجز معناها انه الدواء مش موجود في الدم وهو مستمر تاثيره. مين اللي شاف هيتام درام على كيس امبارح وبعت لي المسج بتاعته؟ صوره. في دكتوره بعتت لي صوره وقالت لي افتكرناك يا دكتور النهارده معرفش راح تعمل شوبينج او حاجه ادوها كيس مكتوب عليه هيتام درام ستيشن. ايه هيتام درام ستيشن ده؟ في محل في الاردن هنا اسمه هيتام درام ستيشن؟ اضرب واجري ستيشن. يعني اشتري وامشي اشتري وامشي بسرعه قد يكون. فشوف الفارما شوف انا سعدت جدا وقلت كويس ان الصدفه دي حصلت ان اشوف هيتام درام كيس. طبعا هتقيس الليفل بتاعه ولا ما تقيس الليفل بتاعه؟ مش هتقيس الليفل بتاعه. اخر حاجه خلاص اخر حاجه بجد 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 اللي هو الفرق بين ثلاث كلمات مهمين لما ادي دراجز مع بعض. انا ممكن ادي دواء مع دواء يعملوا لي اديتيف افكت وممكن ادي دواء مع دواء يعملوا لي بوتنشيشن يبقى دواء بوتنشيت دواء. ممكن ادي دواء مع دواء دواء الثاني سينرجايز الدواء الاولاني. ايه معناها؟ دواء زائد دواء اديتيف يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. ده لو الدراجز كل واحد شغال اكتف فعلا بتاعنا بس بنفس الميكانيزم. دواء بيقلل الضغط انه يوسع بلاد فيزل فازو دايركت. دواء يوسع الضغط انه برضه فازو دايركت. وانت اديتهم مع بعض النت افكت هو الالجبريك سميشن اوف بوث افكتس. خدت بالكم ايش الون؟ يعني دواء قلل الضغط 10 قلل الضغط 10 ولما اديتهم مع بعض الدواء قلل الضغط قلل 20. ده اديتيف ده انت مش شطاره منك. طيب سينرجيزم بقى ده اللي نفسي نبقى فيه مع بعض اللي هو ايه؟ دواء عمل افكت ودواء عمل افكت بطريقه ثانيه بميكانيزم ثانيه. الواحد زائد واحد اكتر من اثنين
اكتر من اثنين. Together each one act more. Love اكتب كلمة team اكتبها كده T capital E capital A capital M capital. ما معنى team work؟ team احنا team تمام. يعني ايه تيم؟ يعني معا نعمل افضل. مش انتوا عارفين الاعلانات بتيجي معا نعمل افضل. يعني ايه معا نعمل؟ انت اشتغل وانا اشتغل، انت هتروح الامتحان ذاكر انت جزء السمباثيك وانا اذاكر جزء الباراسمباثيك ونغشش بعض في الامتحان وتوجذر ايتش وان اكت مور. انا هجيب درجه اعلى لو كنت اعتمدت على نفسي، وانا هجيب درجه اعلى لو كنت اعتمدت على نفسي. لما اندمجنا مع بعض خدت بالكم الراجل ومراته في البيت توجذر اتش وان مور، انت ليكي شغل انا ليا شغل وتوجذر هنعمل شغل كبير وهنبقى كويسين والحياه تستمر. لكن مش يبقى واحد زائد واحد يساوي اثنين في السينرجيزم. كل ده بيشتغل بطريقه انا فازو دايليتور، انا دايوريتك، انا بقلل الضغط 10، انا بقلل الضغط كدايوريتك 10. لما نتحط مع بعض الضغط يقل 30 مش يقل 20، يقل 30. نعم يعني بيعمل خلاف انه راح ينزل كتير. لا ده انا احيانا ببقى عايز سينرجيستك افكت. لا بس طبعا باتزان، ما انا مش هدي، ما انا هلاحظ المريض ماشي. يعني هو ديزايرد افكت. لكن بوتنشيشن بقى، بوتنشيشن واحد زائد زيرو اكتر من واحد. يعني انا بشتغل لكن لن هشتغل الا بوجودك. الله. طب هو نفس الكلام زي السينرجيست؟ لا في تضارب. على فكره انا بنصحكم ما تقروش السلايد، السلايد معقده، السلايد فيها كلام معقد. من زمان كانوا فاكرين البوتنشيشن سينرجيز. اتفضل يا دكتوره. ماشي. ايه الفرق بقى في البوتنشيشن؟ واحد ما بيشتغلش والتاني بيشتغل. انا عايز دلوقتي اروح لدكتور روماني اناقشه في البتاع ده في النقطه دي، بس انا محرج. تعال معايا. خدت بالك؟ شجعني. انا هاخدك ونشجع بعض، ان انا صراحه جبان قدامه لانه يضربني او حاجه زي كده. فبالتالي لما انا ادعم بالتاني ده، طب ومن الدواء التاني بيعمل ايه؟ الدواء التاني مثلا بريفنت ميتابوليزم في الدواء الاولاني، بيمنع تكسيره. خدت بالكم؟ اقول لكم، او بيزود الباسج بتاعه ويسهل مثلا مروره خلال السيل ممبرين. انتوا مثلا هتشوفوا في الصيدليه دواء اسمه بنادول، كلكم عارفينه، اللي هو الباراسيتامول انالجيزك. في بنادول لونه ازرق العلبه، بنادول عادي. في بنادول تاني لونه احمر اسمه بنادول اكسترا. بنادول اكسترا الاحمر ده تبص كده تلاقي فيه كافيين مع الباراسيتامول. خدت بالك؟ ايه الهدف؟ قال الكافيين هنا لو انا مجزك افكت. قال لك لا، الكافيين ملوش اكتيفيتي، بس هم بيعمل ايه؟ يقول لك يزود الباسج اوف باراسيتامول تو ذا سي ام اس، ويخلي البنادول الاحمر دوت يشتغل بكفاءه احسن من البنادول الازرق. ده مثال للبوتنشيشن. الكافيين ملوش انرجيزك افكت. في مثال اخير هقوله بس، التيرامين. الحاجات اللي هي مليانه تيرامين زي الشوكولاته، زي مش عارف يقول لك الكبده بتاعت الدجاج، بس ما تقليهاش ما تحمرهاش، تجيب الدجاجه وتاخد الكبده تسلقها كده تتلف في شوربه وتاخدها تاكلها، فيها ماده اسمها تيرامين. التيرامين ده بيعمل ايه؟ يزود النور بنفن في السي ان اس فيقلل الاكتئاب. تلاقي الناس برضه الشوكولاته، شوكولاته مليانه تيرامين، ناكل شوكولاته كتير فيها تيرامين كتير، تلاقي حالتنا النفسيه بقت كويسه جدا وبقينا مش ديبريست ولا اي حاجه. خلاص احط الناس المكتئبه بقى اديها تيرامين ريتش فود واديها معاهم حاجه اسمها ماو انهبيتور. ايه ده؟ التيرامين يا دكاتره بيتكسر بانزيم اسمه مونو امين اوكسيديز. لو انا منعت تكسيره احافظ على التيرامين. يبقى ايه ده؟ ايه ده المثال ده؟ ان احط ماو انهبيتور مع تيرامين ريتش فود. بوتنشيشن. الماو انهبيتور جاست هتكيب التيرامين ليفلز انها بريفنت الدستراكشن بتاعها. خلاص يا دكاتره عرفتوا الفرق بين سينرجيزم وبوتنشيشن واديشن؟ كل الكونسبتس دي عرفتوها، عرفتوا ثيرابيوتيك اندكس، مارجن اوف سيفتي. الكلام اللي اتقال اللي هي مارجن اوف سيفتي ما قلتهاش تحت، خلاص يا ريت تقولوها، يعني يا ريت حد يوصل للدفعه كلها، عشان مهم المحاضره دي النهارده مهمه في امتحاناتنا ان شاء الله. ماشي يا دكاتره؟ هينزل الكويز ان شاء الله يوم الجمعه بالليل لغايه السبت بالليل ان شاء الله. تدخلوا وتحلوه وتاسس يور سيلف. ذاكر لازم يوم السبت تكون مخلص الجنرال. اتحدى نفسك هخلص الجنرال، يعني هخلص الجنرال. لان مجال لاني اتاخر.
لان يوم السبت يوم الاثنين سنبدا الاوتونوميك. وما ادراك ما الاوتونوميك؟ اربط الاحزمه، الاقلاع سيكون الاثنين القادم ان شاء الله. قوليها 10 مرات. لا عايز واحده بس قولي 10 مرات. صعبه.